بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى تدخل في التشريع لا في إدراك الأشياء، ولكن في المواجيد بها، ولكن في النزوع إلى أن يأخذ الإنسان ما أحبه بغير طريقه المشروع. فقلنا أن الله لم يتدخل من أول الأمر في الإدراك إلا في مسألة المرأة. ليه؟ لأن المرأة الجميلة لا شك تهيج في الرجل معاني خاصة. ولذلك يقول الشاعر: سبحان من خلق الجمال والانهزام لسطوته، ولذاك يأمرنا بغض الطرف عنه لرحمته، من شاء يطلبه فلا إلا بطهر شريعته، وبذا يدوم له التمتع هاهنا وبجنته. يبقى إذن الجمال اللي ما يقولكش الجمال ده، أقول له لا، مش ممكن، لازم يبقى له تأثير. وإذا ما كان للجمال هذا التأثير، إياك أن تظن أن امرأة تغني بجمالها عن جمال في سواه. يقول لك النساء دي كالخمر، كل مليحة بمذاقه، دي عشان ايه ودي عشان ايه. اوعى تفتكر ان واحد هيجيب واحده فيها كل المواصفات اللي تعيب، هيلاقي واحده فيها مواصفات مش عند التانيه. طب والخايله دي تبقى ليه؟ اذا كان هذا في المعنى العام للناس، فكيف يكون مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهيقول قدام: وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله. تؤذوا رسول الله بايه؟ أم قال لك بأن تدرك فتجد في نفسك شيء أنت مش هتقدر تقدم صحيح، إنما قلبك حي إيه؟ يبقى مجرد خواطر القلب إيذاء لمكانة الرسول في أنك فكرت في شيء مما يتعلق به. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في أي شيء من الأشياء التي أمر بها، وخاصة في مين؟ بدليل حيجيب آتنا: ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده. طب ودي جاي ليه؟ أم قال لك مش صح، ما هو واحد برضه شاف ستين عيشه وانبهر كده به قبل يظهر الحجاب، فقال: والله ان مات رسول الله لاتزوجن هذه الحميرات، وان كان كفر عنها وراح حج ماشي وقعد يعتق ويعمل عشان بس ربنا يغفر له هذه الايه؟ هذه المساله. يبقى ذلكم اي امرها بان تسالوهن اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء ايه؟ من وراء حجاب. الامر ده احنا مش عاملين عليهم هم، احنا عاملين عليكم انتوا الاثنين. اطهروا لقلوبكم اولا واطهروا لقلوبهن ثانيا. ليه؟ لانهم في بيت النبوه. مش معقول ان انت مش لسه يمكن برضو تفكر في حاجه. وقد حدث ذلكم اطهروا لقلوبكم. فتدخل الله في مساله الجمال في المراه من اول مرحله الادراك، مش سبك تدرك ثم تجد في نفسك معنى من المعاني ثم اقول لك اوعى تقرب، لا، من الاول انا عايز ارحمك وححرم عليك انك تبص، لانك ان بصيت هتجد، واذا وجدت هيحصل عندك شيء من النزوع، لان فيه طاقه في الجسم او جوارح في الجسم انت لا تملكها بعقلك. هتحصل بقى زي ما بنقول هيجان وبتاع وحاجات، دي حاجه ما نقدرش عليها دي. فيعمل ايه ربنا بقى؟ قال لك في هذه المساله اسمحوا لي يا خلقي انني اتدخل فيها من اول الامر وبلاش من خالص، عشان ايه؟ نشد الباب من اوله. ذلكم اطهروا لقلوبكم وايه؟ وقلوبهم. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله، ده لسه ما حصلش او حد مد ايده ولا حد قال حاجه. اذا مساله تؤذوا رسول الله ولا بمجرد الخاطر في نسائه. وقد حدث وقال فلان كذا وكذا فلان. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده. المساله بقى تكريم أزواج النبي مش بس في مدة حياته، وأيضا بعد مماته، لأنهن أمهات مؤمنين. فما تقولش يمكن أنا تعولت بعدين بقى، لا، لأنهم أمهات مؤمنين. وعادة
في طبيعة التكوين الإنسان الرجل يكون عنده الخير في شتى نواحيه، عنده مال وعنده أمتعة وعنده عربيات وعنده مواشي وعنده كذا وعنده كذا، فإذا جاء واحد سأله من خيره شيء إن كان أريح ينبسط تقول له عايز العربية بتاعتك عشان كده خدها، عايز مش عارف البيت بتاعك عشان البيت اللي انت بتسكن فيه ده جاي للضيف يقعد فيه، أنا عايز مش عارف إيه عندك البدلة اللي انت كنت لابسها دي حلوة ومش عارف إيه ده ادي العباية دي خد خد خد، إلا حوزة الرجل للمرأة هي دي الحتة اللي فيها إيه اللي فيها الخطر، مش ممكن أبدا. ولذلك مش حتى بس هو يميلكم ده، حتى لو كرهها وطلقها وواحد يتجوزها بعده برضو ما ينبسطش. إذن المرأة هي المتاع الوحيد اللي إيه ليه؟ معنى لأنها وعاء النسل، ويريد الله للأمة الكثرة في النسل من طهر، فعايز يخليها بعيدة عن الحتة دي ولو يفكر فيها أنها هتبقى حلال، وهو لما يتجوزها بعده ما يجراش حاجة، قال لك لا يا بقت أم المؤمنين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الأنصار الذين ذهب المهاجرون إليهم، والمهاجرين خرجوا من إيه؟ من أموالهم ومن أهلهم ومن أملاكهم وكل حاجة، ورحين كده ما فيش من اللي استقبلهم الإيه؟ الأنصار. ولذلك وصفهم الله وصفا أرقى ما يوصف به مكان في مكين، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، ده سكنين في الإيمان، سكنهم في الإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله، إيه الأوصاف دي؟ تبوأوا الدار والإيمان ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاصة. وبلغ من إيثارهم الحتة اللي احنا بنقولها دي، أن الرجل يغار على امرأته أن يتقدم إليها واحد وإن كرها وطلقها، فقال إيه؟ قال دول هم من تجاوزوا هذه المرحلة، الإيمان طلع منهم دي، وكان الواحد منهم إذا كان عنده نساء يعرضها على المهاجرين يقول له اللي تعجبت فيهم قل لي عليها وأنا أطلقها عشان تتجوزها، يبقى دي مرحلة توجد في إيدي أهدي المسألة اللي هي إيه؟ اللي هي أثبتت إن الإيمان طغى حتى على هذه، الإيمان بقى أحب من كل شيء، أحب من المرأة وأحب من الغيرة وأحب من إيه؟ من كل حاجة. يبقى إذن قول الله سبحانه وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، من بعده طبعا من بعد انتقاله لأنهم أمهات مؤمنين، مش من بعد يعني ما هتطلع من ذمته وتروح لغيره، لأن لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، فيجب أن تأخذ لقطة أي آية في جوار اللقطات الأخرى ما تعدلهاش عن التانية. إن ذلكم كان عند الله عظيما، ذلكم إيه؟ الأشياء اللي أشار إليها في قوله أطهر لقلوبكم ومش عارف إيه وتؤذوا رسول الله، لأن الذي يؤذي رسول الله وقد جاء رسول الله ليحميه من الإيذاء من أي نوع من الإيذاء في الدنيا ومن الإيذاء في الآخرة بالنار، يجاد بإهدى إن إحنا نعمل فيه إيه؟ إن ما نأذيش ولا نفكر في الحاجة اللي في إيه؟ إلا الضيوم. وبعد ذلك يؤكد الله في قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم بقولهم وإياكم، إن خواطركم تسرقكم كده ولو الخاطر تيجي وتستغفر ربنا منه كده، ليه؟ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الله ده عمال يحرس الإنسان من خواطر من هوجته. إذن ففيه أشياء تخطر حتى هذه لا يريدها الله بالنسبة للرسول، لأن حتى عندنا القضية من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، إنما هنا ولادي أيضا، ليه؟ علشان تفريغ طاقة الرسول للمهمة التي أرسله الله من أجلها في هداية العالم كله من يوم أن بعث إلى أن تقوم الساعة. اوعوا تشغلوا بأي حاجة منه، اوعوا تؤذوا في أي حاجة، إن تبدوا شيئا أي شيء أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. كلمة إيه؟ فإن الله بكل شيء عليم، يمكن يعلم ساعة وقوعه، قال لك لا ده العلم ده كان من الأزل
عارف ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه وده قبل ما يعمل عارف كل حاجه، كان بكل شيء ايه يعني علمه لم يتجدد بتجددك للحدث، والا فالمساله مفروغ منها من اول الايه من اول الامر. ولذلك كان بالنسبه لله لا تحتمل زمانا مضيا، لان الزمان المضي ده بالنسبه لنا احنا عندنا ماضي وعندنا ايه مستقبل وعندنا ايه حاضر. المسائل بالنسبه لله ما فيهاش ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، ولذلك تجد الشيء المستقبل يتكلم الله فيه على انه مضى. قلنا عند قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله، اتى دي في عرفنا اللغوي ايه فعل ماض خلاص. كيف يقول بعد فعل ماض فلا تستعجلوه؟ والاستعجال لا يكون الا لشيء لم يات وقته، فكأن أتى مش معناها للماضي، بالنسبة لكم سيأتي، ولكن بالنسبة للحق أتى بالفعل. ليه؟ لأن ربنا ما عندوش لا زمان ماضي ولا زمان مستقبل لا زمان حاضر، كله بالنسبة لله إيه. ولذلك وكان الله غفورا رحيما، وكان بس والآن برضه غفور رحيم، ولذلك وكان الله غفورا رحيما قال ولا يزال، لأنه ما دام كان غفور رحيم وهو لا تتأتى فيه الأغيار يبقى ما كانش وبعدين مش هيكون، ما يحصلش ما دام كان يبقى ما فيش أغيار، يبقى هيظل ولا يزال ولا لا ولا يزال. هنا بقى المستشرقين بيقفوا عندنا في حتت كده يقعدوا يدعبسوا في القرآن عشان يجيبهم أشياء يستدركون بها على القرآن، وبيقولوا إن أنتم تنظرون إلى القرآن بقداسة أنه من الله وبتبعدوا عقولكم إنها تبحث فيه، لكن احنا لما بنكترئ وبنبحث بنجد فيه حاجات يعني. طب ايه من ضمنها بقى؟ اهي الايه دي كانت من ضمنها، ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان، قال لك ما دام ابدوه يبقى الله بها عليم وغيره، من ان تبدوه كان قال تخفوه، لان هو ده المساله اللي يحتاج الله بها علينا في ان الشيء اللي بتخفيه، انما ان تبدوه قال لك طب ما في ايه تانية يعلموا ايه السر واخفى علموا ما تبدون وما تكتمون. طب نقول انت اتنى الله بانك تعلم ما نكتم، انما نعلم اللي احنا بنبدي نظهره، يبقى ايه العظم فيه دي بقى؟ احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم اياك ان تحكم عقلك في قوله قبل ان تحكمه انه صادر من الله. ساعة ما تعرف انه صادر من الله لوث عقلك فيه كده عشان تعرف الحكمة فيه، إنما ما تاخدش المسألة كده. قال لك طب هو الجهل معلوم للكل؟ قال لك لا، هو خاطب فردا أم خاطب جماعة؟ إن تبدوا يا من خاطبكم شيئا أو تخفوه، أم قال لك لأن الإبداء من الجمهرة لا يمكن أن تحدد مصدر الفعل. لما يجي مظاهرة كده وتقوله بعدين نسمع هتاب بسقوط فلان وهتام بنعرف بخلافه وضد الدولة ونيجي نمسك، أنا ما أقولك تقدر تحدد مين اللي قال؟ ما تقدرش. ليه؟ لان اختلاط الاصوات ضيع الصوت بتاعه. اما قال لك هدي عندكم ما تقدروش عليه، انما نعرف ارد الصوت ده لصاحبه وده لصاحبه. فان كنتم تقولوا جمهرة وتداروا ببعض، لا حد تداروا عن بعض، انما عندي لا، انا هودي طبقة الصوت ده دلوقتي عمالين بينقوا يمسكوا الاصوات وايه وينقوا دي طبقة الصوت ودي طبقة الصوت ودي طبقة الصوت، الصوت ده مش بتاعنا والصوت ده بتاعنا. الله، يبقى إذن العلم في الإبداء الجماهيري أقوى مما يكون خفيا. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، وقال كان بكل شيء عليما أي ولا يزال عليما، ولكن كلمة كان هنا لها معنى وهو أنهم لا تظنوا أن علمه نتيجة لحدثكم الذي أحدثتموه، وإلا وفوا عالم به قبل أن يحدث منكم. ساعة ما تنزل الآية بقى دي وكلمه وراء حجاب ومش عارف إيه وبتاعه وكده، طبعا الناس قرايبهم أبهتهم وأهلهم قالوا حتى إحنا يا رسول الله، أم قال إيه؟ لا طبق ربنا، قال لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن
وبعد كده قال صحيح مفيش، واتقين الله، يعني أنا قلت لكم لا جناح عليكم في هذه الأشياء وأنا حرصت عليكم تقواكم الله. الحارس عليكم إيه؟ تقوى الله. كلمة لا جناح أي لا حرج في آباء هن. طيب آباء، لأن الأب طب ما عارف البنت وعارف شكلها من يمض وكان بيحميها وكان عمال بيعود مش عارف، وعارف كل حاجة فيها. طيب أدي واحدة، ولا أبنائهن ابنها، ولا إخوانهن، ولا أبناء إخوانهن، ولا أبناء أخواتهن، ولا نسائهن. هنا اللي فيها الكلام نسائهن، إيه نسائهن يعني إيه؟ إحنا الإضافة عندنا عادة لما تيجي تضيف حاجة إلى حاجة لها ثلاث معاني. لما تيجي تقول أردب شعير يعني أردب من إيه؟ من شعير، تبقى الإضافة هنا بمعنى إيه؟ من. هذه واحدة. مال زيد، مال إيه؟ لي لزيد. مكر الليل، ان مكر الليل ده مستتر قوي، يبقى مكر في الليل. يبقى كل اضافه لها كم معنى؟ ثلاثه، يا معنى من، ها يا معنى اللام الملكيه او الاستحقاق. والفرق بين الملكيه والاستحقاق، يعني مثلا انت تقول المال لزيد وتقول الجن للفرس، هو الفرس بيملك ولا اختصاص للفرس؟ يبقى لام الملك ولام ايه؟ الاختصاص. طب مكر الليل، يقعدوا بالليل كده وينكرهم، يعني مكر ظرفه في الليل. يبقى الإضافة لها ثلاث معاني. هنا ولا نسائهن، نساء لهن، نساء لهن أو نساء منهن، فيه ما تجيش، إنما تيجي إيه؟ إيه نساء منهن، منهن يعني إيه؟ إيه الجامع في منهن دي؟ قرايبهم مثلا؟ أم قال لك لا. طب وكان منهن، طب ولهن، تبقى تبعية بيخدمهم نساء بس يكون مؤمنات، عشان ما يبقاش لهن إلا مين؟ إلا مؤمنات، لأن المؤمنة مأمونة على أختها المؤمنة. إنما نساء من غير حتة تانية كتابية مثلا ولا كفرة تروح توصف لأهلها. ولذلك الدقة جت هنا في إيه؟ جايب آبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن، ما جابش اعمامهم ولا اخوالهم. اهدي خلت البنت ما تبديش ابدا اي حاجه لعمها والخالها. ليه؟ ده عمها زي ابوها. ام قالت لا، لان له ابن من الممكن ان يذهب فيصف البنت ويقول يا سلام على بنت اخويا، ولا شكلها كذا وشكلها كذا وشكلها كذا، ويقعد يغري الواد ايه؟ شوف الاحتياط قد ايه. يمكن زي ما قال على الكتابيه ما تجيشي، لأنها مش مأمونة على أنها تصفها لغيره، كذلك العم والخال له ابن من الممكن أنه إيه. طيب لكن العلماء قال لك دي متساهل فيها شوية. طب افرض إن عم ملوش أولاد لسه، ما عندوش يعني. أم قال لك بقى ما دام العلة مفقودة، ولا ما ملكت أيمانهن. طب ملك اليمين دي عرفنا إن من الأسرى الحرب، وبعدين يا تاخدها لأنك باشرت أسرهم، أو تاخدها لأنك ورثت، أو تاخدها لأنها وهبت لك، أو تاخدها لأنك اشتريت، كل دي وسائل. طب والمرأة في ملك اليمين دي ملكت أيمان؟ قال لك يبقى لازم يكون ملك اليمين من النساء، يبقى دخلت في مين؟ في نسائهن. أو ملك اليمين إذا لم يكن بلغ المبلغ، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو إن في مسألة الطقس الاجتماعي يأباها. يعني على فرض أنه عندها مملوك، قال لك إحنا بنشاهد إن بيوت بتستخدم ناس، اللي بتستخدم البوابين، واللي بتستخدم الطباخين، واللي بتستخدم السواقين، واللي بينظفهم، واللي بيعملهم، واللي مش عارف، ويدخل البيت ويعمل كل حاجة، والبيت يبقى فيه بنات، وبنات لا بأس بها، شكلها جميل. إنما كام في الألف واحد من هؤلاء الأتباع اجترأ على أنه يتطلع لواحدة من بنات البيه ولا بنات الباشا؟ ده بيروح لواحدة بالطباخة في بيت تاني، ولا عبدة في حتة تانية، إنما ما يجيش الناحية دي أبدا. وهب أن نفسه سولت، هل المركز والطقس الاجتماعي خلاها تبقى بينه وبينها كلام؟ ما ينكرش في حاجة زي دي. ولكنهم قالوا إن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على إيه؟ على عورات النساء. واتقين الله، إن الله كان على كل شيء
شهيدا. الله سبحانه وتعالى كما أن رسول الله جاء إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشر المؤمنين ومنذر الذين لا يؤمنون، جاب الخير لأمته، ومدام جاب الخير لأمته وحريص على إيمان أمته بدليل أنه هو اللي ما كانش مؤمن يزعل النبي اللي مش مؤمن، ويكلف نفسه فوق ما كلفه الله، ولذلك يقول الله له في آية فلعلك إيه باشع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أتفه. أنت بتكلف نفسك إيه فوق ما كلفك الله، أنت عليك البلاء. وهناك آية تانية برضو دي، لعلك باشع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ده بتاع الشعر، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، يبقى أنت عليك الإيه البلاغ. فكأنه مش بيعاتبه على إنه عمل كده، ده بيعاتبه على إنه إيه كلف نفسه فوق ما كلفه الله. ولذلك يجب أن ننظر لآيات العتاب لرسول الله على أنها عتاب لصالحه. لما حرم بعض الأشياء على نفسه قال له لما تحرم ما أحل الله لك، هو بيعاتبه ليه؟ يقول له ليه انت دخلت نفسك في حاجه ليه؟ ليه؟ تبتغي مرضات ازواجك علشان واحده زعلت على انك انت رحت عند فلانه وعند فلانه وبتاع وتحرم حاجه على نفسك، يبقى بيتكلم له لصالحه ولا بيلومه؟ يبقى اللوم لايه؟ ولما قال له ابن ام مكتوب الاعمى جالك وعشان يتسالك في شويه دين، مؤمن وجالك جاهز، تقوم انت تسيبه وتروح للكفار اللي هم عمالين يعندوك بتكلف نفسك المشقه ليه؟ ده واحد جاي لك جاهز اهو، يبقى بيعاتبه لصالحه ولا بيعاتبه لصالحه؟ زي ما تشوف ابنك وعمال بيذاكر طول الليل لحد عينيه ما بقبشت ومش عارف ايه وساعه بقى كذا وبتاع، تدخل تقول له انت متأنبه ليه؟ على تقصير ولا على مبالغه في عمل لا تطيقه قوته؟ هو يصالحه ولا لا؟ فإذا كان الرسول قد جاء لهذه المهمة، ولذلك يقول الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقمة ذلك في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يلتقطها رسول الله من ربه عشان أمته، تقول له إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار، يبقى حريص عليكم ولا لا؟ فإذا كان الرسول حريص عليكم بهذا الشكل، يبقى يستحق منكم إيه؟ إن كنت كل ما تجي سيرته تصلي عليه. ليه؟ لأن كل خير يناله يعم عليك أنت، يبقى أنت بتحب نفسك. فقال إيه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون دي خبر لإيه؟ الله والملائكة الخبر واحد. النبي عليه الصلاة والسلام سمع مرة خطيبا يخطب من يتق الله ورسوله يصيبه الله ومن يعصه ما يعاقب الله. قال له بئس خطيب القوم أنت. ليه؟ قال له بئس خطيب القوم أنت، قال لك لأنه جمع بين الله ورسوله في ضمير ومن يعصه ما، قال له قل ومن يعص الله ورسوله، الله هو وحده هو الذي يجمع نفسه مع من يشاء، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. هو يقول إنما احنا لا، ما نجيبش أبدا حاجة تشريكية بين الله وبين خلقه نقولها من عندنا، إنما هو يقولها أهو ربنا قاله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يبقى معناه أنه كان عايز يقول إيه ده الكلام ده لو يتكلم الله. لكن أنت لما تجيب كلام بقى تقول الله يصلي على النبي والملائكة يصلون على النبي، ما تقولش أنت بقى الله وملائكته يصلون على النبي إلا إذا قرأتها آية، لأنك أنت بتقول قرآن وقرآن هو اللي يقول الله يجمعه. ولذلك العلماء بقى اللي بيحتاطهم قال لك هنا يصلون ليست خبرا للكل، الخبر بتاع إن الله يصلي وملائكته يصلون، يبقى إذن المهم إيه؟
أن الرسول قال للرجل بئس خطيب القوم أنت، لأنه قال ومن يعصهما، وكان الأصول ومن يعص الله ورسوله، ده القرآن، وما نقموا إلا أن أغناهم الله وإيه؟ أغناهم الله ورسوله من فضله، مش كده؟ أغناهم الله، وهو اللي يقول، ربنا اللي يقول، إنما أنت تقول لا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. إذا كان الله والملائكة يصلون على النبي، يبقى المطلوب منكم انكم تعملوا ايه بقى؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب الصلاة من الله لها معنى، ومن الملائكة لها معنى، ومن المؤمنين المأمورين بها لها معنى، كل واحد على حساب ايه؟ طب صلاة الله، طب الصلاة في الأصل الدعاء، والدعاء يقتضي داعيا ومدعوا له ومدعو. أنا بدعي إن ربنا يغفر لفلان، يبقى أنا داعي. ومن الذي ندعوه؟ الله. ندعوه لمين؟ لفلان. طب الله يدعو؟ طب يدعو عند مين؟ ده هو اللي بيعمل. يبقى إذن كلمة الدعاء بالنسبة له ما تجيش. ولذلك احنا قلنا زمان أنك لو نظرت إلى الأحداث، واحد يجي يقول لك ايه، انا اعدك بان اعطيك كذا، مش يصح ان رايك يتغير ولا ايه؟ خلاص. طب ادعو الله ان يعطيك كذا، يبقى انت نسبت العطاء لمين؟ وانت بس قلت انا ادعو انت. طب لو كان الله هو الذي يعطي، تبقى المساله منه لازمه ولا مش لازمه؟ يبقى مش دعاء بقى، ده تنفيذ. يبقى الصلاة من الله الرحمة، والرحمة الشاملة، والرحمة العامة. ليه؟ قال لك يكفيه من رحمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه جعله خاتم الرسل، ما فيش استدراك عليه. يكفيك من رحمته وانعامه وثنائه عليه انه قرن في التشهد اسمه باسمه، ولذلك يقول ورفعنا لك ايه؟ ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. يكفيه من تكريم الله له انه سيقبل الشفاعة فيه، لا لأمته في الآخرة ولكن للخلق جميعا. هو اللي حيفصل، من الناس تزهق تقول تتمنى الانصراف ولو إلى النار، يقوم يشفع بعد ما يروح لآدم ويروح لإبراهيم ويروح لموسى ويروح كل ده. ويكفيه أنه يشفع لأمته، ويكفيه أنه كما قلنا سابقا خاطب كل رسله بأسمائهم المشخصة لهم، زي ما قلنا يا آدم مش كده، يا إبراهيم، يا موسى مش كده ولا لا؟ لكن رسول الله لم يخاطبه بيا محمد أبدا، وإنما خاطبه بالوصف المكرم في أيها النبي وأيها الرسول. وحين تخاطب إنسانا باسمه العالمي دليل على أنه ملوش صفات مميزة تخليه يعني، إنما لما يكون شجاع تقول له يا شجاع، يا كريم، يا حليم، يا اللي مش عارف إيه. لكن لما يكون تقول له يا محمد ما تلاقي إلا اسمه الله. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى الصلاة منه هي كذا. طيب وصلاة الملائكة، قال الصلاة الملائكة قسمين، ده الملائكة بيصلوا لجميع الخلق. إزاي؟ أب قال لك إيه؟ الذين يحملون العرش ومن حوله إيه؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، خلاص، ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة بتستغفر للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إذا كان بيطلب المغفرة لمن صنع معصية ثم تاب، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن إيه؟ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الإيه؟ الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. الله، شوف عمالين يعملوا للخلق إيه؟ فإذا كان الخلق جميعا محل صلاة الملائكة واستغفارهم وطلب المغفرة، يبقى رسول الله اللي هو هذا الخلق ده
يبقى يصلوا عليه ولا ما يصلوش؟ يبقى الصلاة من الله الرحمة العامة المطلقة، والصلاة من الملائكة الدعاء، والصلاة من المؤمنين الاستغفار. استغفروا لإيه؟ استغفروا لرسول الله. لا، استغفارهم لرسول الله استغفارهم لأنفسهم. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رحمة لهم، وما دام جاء رحمة لهم يبقى كان يجب إن توقيره لا يغيب عن بالهم أبدا. فهم إن استغفروا فاستغفار عن الغفلة عنه صلى الله عليه وسلم، أو عن إنهم لم يتقدم اسمه فيصلوا عليه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، تلك صلاة الله وتلك صلاة الملائكة، فما الصلاة عليك يا ابن؟ صلى عليك إزاي كده؟ قالوا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك إيه؟ إنك حميد مجيد. دخل عليه مرة صحابي فقال: يا رسول الله، ما رأيتك بهذه الطلاقة والبشر قبل اليوم. قال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن من صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرا، وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. قال عمر: ودخل مرة واحد علي فسألوه، سألوا رسول الله: ما الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: ذلك من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني ما قلت. الله سبحانه وتعالى وكل بي ملكين، فإذا صلى واحد علي قال الملكان: غفر الله لك. مش العجب هنا لما واحد يصلي على سيدنه يقوم الملكان يقولوا ايه؟ غفر الله لك. ويقول الله وتقول الملائكة آمين. ربنا بيأمن على والصلاة على رسول الله. قال: مطلوبة في العمر كالحج مرة في العمر. قال: لا، هي فرض في العمر مرة، ولكنها واجبة عند كل ذكر لرسول الله. كل ما يذكر رسول الله لازم ايه؟ نصلي عليه. قال لك: اللي أذكر عنده ما أبخل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. هذا الايه؟ نعم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. وبعدين قال: وسلموا تسليما. هو ما قالش إن الله وملائكته يصلون ويسلمون على النبي، إنما زود هنا: وسلموا إيه؟ وسلموا تسليما. طيب، ربنا بيصلي يرحم، والملائكة بتصلي بتدعي بتستغفر، طب إحنا نصلي إزاي؟ إحنا في إيدنا إيه؟ نعمل إيه؟ أم قال لك صلاتنا إننا نطلب إحنا من ربنا يزيد الطلع عليه، وأنا أعمل حاجة؟ ولذلك لما تقول صلى على النبي يقول لك صلى الله عليه وسلم، أو صلى على النبي، أنت تصلي على النبي إزاي؟ تقول إيه؟ طب قول لي كده: اللهم صل. يعني أنت صلاتك أن تطلب ممن هو أعلى منك أن يصلي على رسول الله، لأنه لا يوجد عطاء عندي أؤديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى: وسلموا تسليما. إن كان السلام السلام عليه فده جاء في التشهد: السلام عليك أيها إيه؟ ورحمة الله وبركاته. قال العلماء: قال لك تصلي عليه، بس الصلاة عليه دي ما تجيش إلا إذا كنت مسلم إمامك له، وهو اللي كل اللي يأمر بأمامك تسلم له تسليم. فلا وربك إيه؟ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اللي انت بتطلب من ربنا انه يصلي عليك تبقى لازم تسمع كلامه في كل ايه؟ في كل صغيرة وايه؟ وكبيرة. ولذلك هنا قال: وسلموا. قال لك برضو تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. والسلام عليك، السلام اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى. والسلام عليك يعني ايه؟ السلام عليك يعني عامل لك وقاية كده، ما يمكنش حد ينالك. السلام هو الله، وسلام عليك يعني ايه؟ عامل لك ايه؟ عليك وقايه كده. نعم.
إن الذين يؤذون الله ورسوله، الإيذاء هو إيقاع الألم من المؤذي للمؤذى. وهل يستطيع أحد أن يؤذي الله؟ مش ممكن. الإيذاء مرة يكون بالقول البهتان والكذب والبالفعل، بالفعل مش ممكن هيؤذي ربنا إزاي، إنما لا إيذاء لله إلا بالإيه؟ إلا بالقول. لكن أقولهم له تصديق ولا قولهم هراء؟ يبقى فيه فرق، إن بين واحد يأذيك بالكلمة ولكن أنت ما تأذيك منه، يبقى هو أخذ الإثم وأنت لم تأخذ الألم، يأذي الله. أم قال لك الذين ينكرون وجود الله، دي أذية. هي في الواقع أذية ليست لله ولكنها أذية لهم هم. أم قال لك أصل ذو الخلق ربنا، والله كان يحب ان الخلق وصنعته تبقى كويسه. انت شفت واحد يصنع صنعه ويجي يخسرها ويكسرها، ده بده صنعته تبقى في اجمل حاجه، يبقى الإيذاء مش عائد لله، عائد اليك انت. ليه؟ لانك صنعت ربنا، وكان خلقك في احسن تكوين، وكان يريد منك ان تكون كذا وان تكون كذا وان تكون كذا. طب وبرضه يؤذونه بالكلام، الله فقير ونحن اغنياء، يد الله ايه مغلول، ولا عزير ابن الله قالوا كده، يبقى ده إيذاء لله. قال في الله في الحديث يؤذيني عبدي وما كان له أن يؤذيني، يسب الدهر وأنا الدهر. ما تقول الله يلعن ده زمن، الله يلعن مش عارف إيه الزمن. هل الزمن له فعل؟ الزمن ظرف للفعل، ولكن الفاعل في الزمن غيره. الفاعل في كل أشياء بتنت زعلان منها دي مين؟ الله. يبقى ما تسبش الدهر، لان الدهر هو الله، لانك انت بتنتم وما يهلكنا الا الدهر. مين اللي قالك انه يهلكك الا الدهر؟ ما يهلكك رب الدهر. الى لقاء اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقلنا إن الإيذاء في عرفنا إيلام المؤذي للمؤذى، وهذا أمر لا يتناسب مع الحق سبحانه. فما معناها بالنسبة له؟ معناها أن يغضبه بأن يخرج عن منهجه الذي وضعه له. والحق سبحانه وتعالى حينما استخلف الإنسان في الأرض قلنا خلق له قبل أن يخلقه، فجاء مخلوقه الخليفة على كون معد له يضمن فيه بقاء حياته ويضمن فيه بقاء نوعه، وأعد له أيضا قانون صيانته بحيث إن أصابه عطب كيف يصلح هذا العطب. قبل أن يخلقه أعد له قوته في الأرض، وأعد له منهجه في كتاب محفوظ. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في سورة الرحمن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فكأن تعليم القرآن وهو قانون الصياغة للمنهج موجود قبل أن يخلق الإنسان. وذلك كأي صانع من البشر حين يصنع صنعته قبل أن يصنع الصنعة يعد لها غايتها، لماذا صنعت وما قانون صيانتها، الكتالوج بتاعها. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إذن فالحق سبحانه وتعالى أعد للإنسان قوته قبل أن يخلقه ليضمن بقاء حياته، وأعد له امتداد نسله ببقاء نوعه، وأعد له قانون الصيانة إن حصل منه عطب يصلحه. ف
فكان ولا بد أن يكون الإنسان سوي التكوين في كل شيء، مخلوق له كل شيء ومخلوق له منهج الصيانة. فإذا ما خرج الإنسان المخلوق لله وجعل خليفة في الأرض على قانون الصيانة الذي وضع، يبقى أغضب الله، لأن الله يريد أن تظل صنعته صنعة جميلة. هذا الغضب من الحق سبحانه وتعالى يترتب عليه شيء، وهو أنه لازم يعاقب. هذه العقوبة إما أن توجد في الدنيا ليرتدع هو أو ليردع أمثاله، وإما أن تؤخر للآخرة. والحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترتب عنده إيذاء من أحد، لكنهم حين يكونون لا وجود لله، أو يكونون الله موجود وله شركة، أو الله موجود وله أبناء، الملائكة بنات الله وابن الله، كل الكلام ده، الله فقير ونحن أغنياء، يبقى إذن المسألة دي بيترتب عليها غضب الحق، لأن خليفته في الأرض لم يؤدي المطلوب منه على حسب منهج الله. إذن فالإيذاء لا بد أن يكون بالقول، ما يمكنش يصل إلى الله ليفعلوا فيه إيذاء. فما دام إيذاء بالقول، نقول لهم أنتم لم تخرجوا وإن كنتم كافرين عن قبضة ربكم، إياكم أن تظنوا أنكم إن كفرتم خرجتم عن قبضة الحق. أنا خلقتكم مختارين فيما كلفتكم به، لأعرف من يقبل علي بحب لا بقهر. تركتكم مختارين، تأمنوني أو ما تأمنوني، تطيعوني أو تعطوني. وكان من الممكن إنني أخلقكم على هيئة صالحة بحيث لا تستطيعون المعصية كما خلقت الملائكة، ولكني لا أريد أن يذهب خلقي إلى حبي بقهر، وإنما أريد أن يذهب خلقي إلى حبي باختيار، ذلك هو المقصود. والدليل على ذلك أنكم مخلوقون على هيئتين، هيئة لكم فيها اختيار، وهيئة مقبوضين في قبضة الحق لا اختيار لكم فيه. فمثلا أنت تؤمن وتكفر أنت حر، تطيع تعصي أنت حر. طيب ما دام تعودت التمرد على الله وتعودت المخالفة، وبقت كيف عندك انك تخالف ربنا، فلا تؤمن به او تشرك به او الى اخره، بقت انت عندك قدرة ان تخالف. طب ليه بقى ساعة اجري عليك ما لا اختيار لك فيه لم تعارض امرضتك؟ كان المفروض بقى ان ما دام امرضتك انت متمرد بقى، لا ما تمرضش، تقول له لا مانيش مرضان، تمرض يموتك تموت. إذن لا تزال أنت في قبضة الله، أنت مختار في التكليف فقط، إنما في الباقي أنت. ومع ذلك إن كنت مختار في التكليف تؤمن أو لا تؤمن وتطيع أو لا تطيع، أنا رب ومطلوب مني أن أعينك على ما تحب. أنت كفرت به وأحببت الكفر، أنا هعمل فيك خدمة. ما دام أحببت الكفر سأطبع على قلبك وأختم، علشان لا يخرج منه الكفر ولا يدخله الإيمان. يبقى أنا جيت على مرادك ولا لا؟ مما يدل على أن كفرك ما يهمنيش، لن تبلغوا نفعي فتنفعون، ولن تبلغوا ضري فتضرون، وأنا لا أزال في الأمور التكليفية أنتم مختارين، إنما في غير التكليف أنتم مقهورين. والشاطر أجري عليه قضاء يتمرد عليه ولا يعملوش. الله، طب دي في اختيار وفي قهر، ففي القضاء وفي التكليف اختيار، وبعدين هيجي وقت امنع حكايه الاختيار دي خالص، واقول في الاخره لمن الملك اليوم، واعود بقى الى سلطاني لمن الملك اليوم. احنا ملكنا اشياءنا متاعنا بنملكه ولا بنملكوش؟ وملكنا لملوك يملكونه ويملكوا متاعنا، خلاص. وبعدين في الاخره يقول لا مفيش حاجه من دي، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى انتم في قبضتي، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولا ليه؟ أم قال لك لانني خلقتكم وخلقت لكم قبل ان اخلقكم بصفات الكمال فيه، فخلقكم مش هيجيب لي صفه كمال. ولذلك يقال الله خالق من اوصافه واسمائه الخالق حتى قبل ان يخلق الخلق، لأنه بكونه خالق خلق،
مش ما بقاش خالق الا لما خلق، ده هو ما اقبلش على الخلق الا لانه ايه؟ لانه خالق. يبقى هو خالق قبل ان يخلق. الله، اذا لازم تفهم ان صفات الكمال بالله ولا يمكن حد يجي ناحيته، ان الا الرسول بقى في الايذاء. الرسول بشر، فلو لونين من الايذاء، نزاء يشترك فيه مع ربه بانهم يكذبوه، يا مجنون يا مش عارف، يا ساحر يا كمية مش عارف ايه، يا الله 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 الله، يقولوا اللي يقولوه. وبعدين يتعدى الى الفعل، يألموه بالفعل. الم يضعوا له في مكة سلى البعير اللي هو السقط بتاعه وهو كده وحطوه على ظهره؟ هو ده كلام بالفعل. يبقى اذا الرسول بيشترك في انه يؤذى كما يؤذى الله، ويؤذى اذاء بشري بقى تاني فيه ايلام. طيب الم يسلطوا عليه السفهاء في الطائف علشان يضربوا بالحجارة فتدمى قدمه؟ ألم يكسروا رباعيته في يوم أحد ويشد رسول الله فيها ويزح دمه؟ يبقى فيه إذائين ولا ما فيش إذائين؟ فيه إذائين. إلا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن إذاء الرسول يتكلم عن إذاء بشر، يجمع حاجتين اثنين، إذاء بالقول وإذاء بالإيه؟ إذاء بالفعل. وبعدين يقول وقمة الإذاء بالفعل ما يتعرض لأمر محارم أزواجه. ولذلك قال ايه؟ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله في ان تخالفوا ما جاء به او تتهموه بما ليس فيه او تتعرضوا له بإيلام حسي. وجاب حاجه واحده بس بالنص، ولا هي ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. الله، جد ليه كده اللي واحده بقى كله كل دي ودكم؟ اما قال لك لان دي الطبيعه البشريه. طبيعة البشرية أن الرجل كما قلنا سابقا يحب أن يتجمل على أحبابه بما يملك ولا يملكون، يتجمل عليه بثياب، يتجمل عليه بمركبة، يتبلم عليه بقصر، يعني إنما ما عمرش واحد تجمل على واحد بأنه تعالى بص لمراتي ولا بص بص لها ولا خدها أبدا. يكره الحكاية دي كراهية تحريم. ولذلك سيدنا حذيفة كان يحب امرأته فقال لها ألا تحبين أن تكوني معي في الجنة؟ قالت نعم. قال إذن إذا مت فلا تتزوجي بعدي. يا بقى أنت بعد ما تموت غير على إنها دي كوز معنا؟ ده طبيعة البحر. لأني سمعت رسول الله يقول المرأة لآخر أزواجها، وانت مدام عايز تبقوا وياه في الجنة ما تتجوزيش بعد عشان هياخدك مني وتروحوا الجنة. النص ده موجود لآخر أزواجها، لكن وجه بنص آخر. سئل رسول الله مرة أي نساء الرجل تكون معه في الجنة؟ فقال أحسنهن خلقا معه. العلماء يفتكروا إن في ده إيه؟ تعارض بقى، ودي كذا ودي كذا ودي كذا. قال لك كلمة آخر دي ما تطلقش في آخرية الزمن، ده في آخرية الانتقاء. افرض ان واحد كان له صديق كده وراحوا رحلة في اوروبا ومش عارف ايه، وتمتعوا بقى المتعة اللي مش عارف ايه من 10-20 سنة، يقول له ايه رايك بيما قعدنا في الحتة الفلانية؟ يقول لك ده كانت اخر متعة، وبعدين ما هي جت حاجات بعدها، يبقى اخرها يعني بلغت الايه؟ يبقى لآخر ازواجها في المتعة وان كان متقدما بحسن الخلق. يبقى الاثنين اتفقوا ولا ما اتفقوش؟ يبقى اتفقوا. الشعراء حتى اللي مش كل عملية وبيحبهم ويعملوا غزل ومش عارف ايه ويتنقل من دي لدي ويروح هنا ومش روح هنا وينشغل قلبه ويتعمل ويتعطرط على المحبوبة بتاعته، كان بيحب هند، يقول ايه؟ اهيب بهند ما حييت فان امت فوا اسفي من ذا يهيم بها بعدي. بعد ما يموت بيفكر مين اللي هيجي يحبها تاني دي؟ الله، دي اذا مسألة صعبة على الطبع الايه؟ على الطبع البشري. والتاني بقى ده بس اقتصر اللي تعب او مين اللي هيجي مطرحه، انما التاني كان ابلغ منه، اهيم بدعد ما حييت فان امت فلا صلح الدعد لذي خلة بعدي. اذا مراتب. ويحدثنا التاريخ ان واحد من الأسرة العباسية أظنه الهادي كان يحب جارية اسمها غادر،
ومن حبه لها قالوا انه تزوجها. وبعدين في خلوة من الخلوات الهيام والعشق قال لها عاهديني، لانه كان مضعوف الصحة شوية، اذا انا مت اوعي تتجوزي بعضي. فدته العهد على انها ما تتجوزش بعضه. وبعدين بعد مدة كده وهديت النار له اخ خد باله منها وخدت باله منه فتجوزها. لما طالت المسألة بقى وبردت، ما هي اصل المصائب لها عمر، كل مصيبة لها عمر، كل شيء في الكون يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المصائب، فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر. الست اللي مات وحيدها وهي عمالة تعمل اللي عملها، وبعدين إيه يشوفها عمالة بعدين بعد مدة كده تضحك وبتاكل وبتشرب ومش عارف إيه وبتعمل، وده من لطف الله. فالست بعد ما مات الحرارة بتاعت الحب بتاعت الهادي بردت، اتجهت لإيه؟ لأخوه. وأخوه برضو كان واخد باله منها، لأن مدام يعني بالشكل ده كده وبده ياخد عليها عادة حتى بعد الموت تبقى لازم ملفتة، لكنها ما صبرتش وتجوزته. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حين يعامل في هذه المسألة يعامل غرائز هو اللي خلقها. مثلا التي يتوفى عنها زوجها كانت عدتها قد ايه؟ لا 14 و10، ده بعدين. وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ما يخرجهاش من البيت، حول سنة تقعد كده بالشكل دي سنة. وبعدين عالم الغرائز إنها بعد ما تموت الراجل حتى ده ومش عارف يمكن تفكر في مش عارف إيه، أم راح منزلها لإيه؟ 4 أشهر وإيه؟ وعشر. احترم الغرائز اللي خليها إيه؟ هذا احترم. فلما الغادر اتجوزت اخوها الهادي، جاءت في يوم وصبحت صارخه، اللي في القصر كلهم الولائد والمماليك راحوا ايه ايه، قالت لهم رايت الهادي في الرؤيا ومسكني في الرؤيا الكلام ده، وبيقول لها ايه؟ خالفت عهدي بعدما جاورت سكان المقابر ونكحت غادره اخي، صدق الذي سماك غادر. لا يهنك الإلف الجديد ولا عدت عنك الدوائر، ولحقت بي منذ الصباح وصرت حيث ذهبت صائر. فقالت الأبيات تسجلوها لها وزهقت وماتت. نعم. إذن معناها إن دي حتة إيه؟ حتة بشرية. فكون الله لنا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا به أزواجه من بعد أبدا. نعم. لما يتكلم عن إيذاء الله وإيذاء الرسول، إذن إذا استحقوا الجزاء في أنهم يطردوا ويلعنوا ويعد لهم عذاب، يبقى عدالة ولا مش عدالة؟ إذن هي عدالة. ثم يعطي الحق لنا دليلا على أن الله مش متعصب لنفسه اللي يؤذيه يعمل فيه كده، ومش متعصب للرسول عشان اللي يؤذيه يعمل فيه كده، ده برضه اللي يؤذي مؤمن ولا مؤمنة. فسوى المؤمن والمؤمنة في إرادة الإيذاء به بإيذاء الله وبإيذاء رسوله. شوف التشريع بقى. فيقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طيب بغير ما اكتسبوا، قال لك لا، في أذية مشروعة نأذيهم لما يجترئوا على حدود الله، اللي بتزني نرجمه، واللي بتشرب نعمل فيها مش عارف، واللي بيخدف نحده، واللي كل ده، واللي بتسرى نقطع ايده، ده ايذاء. يبقى ده اسمه ايذاء ايه؟ حد قصاص. ليه؟ ام قال لك علشان اما ان يكون جابرا للذنب، يعني اللي خد حاجة من ورا منهج ربنا يقوم يديله عقوبة علشان ايه؟ ننفضه ويبقى كويس، وعشان ردع الآخرين. سيدنا عمر قعد قرأ الآية الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فبكى، قال له جليسه ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال أنا آذيت المؤمنين وآذيت المؤمنات وقسيت عليهم. قال له يا أمير المؤمنين إنك تؤذي لتعلم وتقوم، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرجم وأمرنا أن نقطع فضحك وطر، يعني الإذاء مع انه بيؤذي عشان يقوم، وبعد ذلك برضه خاف من ايه؟ بغير ما اكتسبوا. قال لك اوعى، اذا اكتسبوا شيء
يبقى ياخد عقوبته، ومش عقوبته. ولذلك يقولها في بعض الحدود: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. تبقى رأفة ورحمة حمقاء، لأن الله حين يضخم العقوبة على المذنب لا يريد أن تفعل، بل بتضخيم العقوبة عايزه ما يجرؤش عليها. هو ليه قال لك إن قتلت هقتلك؟ هو مش عايز يقتلك ولا عايز تقتل غيرك. ولذلك يقولوا إيه: ولكم في القصاص حياة. أنا لما قلت لك إن قتلت هتتقتل تبقى تخاف تقتل، يبقى حميت المقتول وحميت نفسك من القصاص، يبقى في حياة ولا لا؟ ولكم في القصاص إيه؟ يبقى ده مش إيذاء، ما دام اكتسب هذا يبقى ده مش إيذاء. يبقى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير جريمة، إنما جريمة ومجرمة نأذيه ونعمله ولا تأخذنا به إيه؟ رأفة في دين الله. آدي واحد. كلمة بقى اكتسبوا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ده استثناء. اكتسبوا يعني إيه؟ أولا نشوف معنى الكسب قبل ما نفهم الافتعال، لأن فيه كسب وفيه إيه؟ اكتسب. الكسب هو أن تأخذ في الشيء فوق ما أعطيت. أنت اشتريت بخمسة وهتبيع بإيه؟ بسبعة، يبقى ده اسمه إيه؟ كسب. طب ما الاكتساب إيه؟ اكتساب بقى أنت زودتها شوية، افتعال بقى. ولذلك تجد في العرف اللغوي العام كسب تأتي في الخير، واكتسب تيجي في الشر. خلاص، لها ما كسبت ملكية وعليها ما اكتسب. ايه الفرق بين كسب واكتسب؟ قال لك لان الامر الحلال لا يوجد فيه افتعال وحركة، انما الامر الحرام هو اللي عايز تبيت بقى. هل حيسرق؟ يقول لك طب حنسرق الساعة كام ونعمل ايه ومين اللي يراعي ومين اللي يعمل؟ طب مش عارف. الله هو اللي حيرتب. يبقى فيه فعل اكتر ولا لا؟ يبقى فيه افتعال. اللي قاعد وبيبص لمراته ولا يبص لبنته ولا يبص لاخته محارمه وشايفها شكلها جميل كده وبيبص لها، بالله بيتحين ان حدش يشوفه. طب ويحب يشوف واحدة تانية بيعمل ايه؟ يشوف بقى يراقب اعين الناس ويكون بيعمل مش عارف. هو ده اللي بيفتعل. هو ده اللي ايه اللي بيفتعل؟ اللي بيوزن لك وزنه في الوزن الحلال، جاي من الكفة كده ومش عارف وماسك البتاع حلال، ما فيش افتعال. انما اللي عايز يخنصر منك في الوزن بقى، لا مش يكلفت في البضاعة، في الميزان ده يروح عامل ايده كده وصابعه على البتاع تك عليه شويه عشان يطوب، مش كده؟ يبقى اذا اللي بيعمل حلال واضح ما فيش فيه افتعال، انما اللي بيعمل حرام هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيحتال، ما فيه اكتساب. ام قال اللي كسب غير اللي اكتسب. طيب، لكن آية في القرآن برضو بينت ان فيه الكسب: بلى من كسب سيئا واحاطت به خطيئته. هي دي اللي جت تناقض الايه؟ المفهوم، لان جت في السيئة كسبه. فما قال لك اصلها بقت ما تكلفوش حاجة، بقى معلم فيها، بقت سهلة عليه قوي زي الحلال تمام. ولذلك يقول واحاطت به خطيئته، ما شاء الله. يبقى بقى سماها ايه؟ وينبسط به. فيه واحد يعمل الجريمة انما بعد ما يعملها وتهدأ شرة نفسه يزعل ويعيط ويقول انا عملت دي ليه، ويمكن يضرب نفسه ويكره مش عارف ايه. وفي واحد لما يعمل الجريمة ينبسط ويقول لاصحابه اماني قضيت ليلة بقى كانت ليلة ومبسوط، اهو ده الكسب بقى. انما ولا الاكتساب. يبقى اذا بقت غية عنده وبقى معلم، بحيث يستطيع ان يستر حركات انفعاله في الحرام زي الحلال تمام وكأنه ولا حاجة. نعم، زي اللي بيعملوا المشرط الضوء بيقف كده ومش عارف، ما تعرفش ازاي يسرق منك الفلوس ولا يعمل لك البتاع ازاي. دي اتعلم خفة الايد، بقت عملية ايه؟ بقت زي ما تكون ملكة، وملكة يقعد يحتال بقى على ان هو ايه خلاص يعمل العملية ولا حد اللي يلتفت ايه. الراجل بلدنا احنا ناصح قوي ورايح السوق عشان يشتري عجله وواخد الفلوس وحاططها، قال ومن نصحته الشيخ مصطفى حاطط الفلوس في ايده ومسكها بايده وحاطط ايده دمت العيش الحرامية بقى نصحيه
شافوا الودع داخل السوق وعامل كده قال لك ده لازم ايه العتمة هنا، يقوموا يعملوا ايه بقى، شوف الصنعة بقى بقت سهلة. فراح جايب حتة روس من السوق، روس البهائم ده، وجيه على الايه على الكتف التاني، وراح حاطط له حتة كده وحك نفسه في عص نفسه منه، وقال له يا اخي ما تبقى تفتح، ايه ده اللي متعلق؟ قال له ايه؟ قال له الوساخة دي ايه دي؟ قام شال السبل بتاعه وحط ايه. شوف بقى اهي دي كسبة، بقت مكسب، بقت ايه؟ بقت مكسب. ولذلك العقاب حين اكتسب، لان فيه افتعال، تجيء العقوبة بمثل افتعاله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، مش ما كسبوا، فقد حملوا ولا فقد احتملوا. يبقى اكتسب تروح احتمل. ايه الفرق من ايه بين حمل واحتمل؟ الحمل انا اطقت وحملته، انما احتمل يعني حمله بمشقة، زي ما تفاعلت ومش عارف ايه في الذنب، نعمل واجب في الايه في العقوبة. فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا، في بهتان وفي اثم مبين. البهتان ده حين تبهته وتقول له ما ليس فيه تكذب عليه، انما الاثم ترتكب ذنب وياه، فان تقول له شيء هو فيه، مش ما جبتلوش حاجه من عندك، لا هو فيه. مثلا تقول له ايه يا قصير يا اشرم يا اعور، هي دي فيه، بيبقى البهتان بتجيب له حاجه ما هياش ايه فيه، انما الاسم الذنب بيجيب له حاجه هي ايه يجيبه فيه. قالت ان قلت ما فيه فقد اثمت، وان لم يكن فيه فقد بهت. يبقى اذا فيه كام حاجه، يؤذى بما اكتسب، يؤذى بامر ليس فيه، يؤذى بامر هو فيه ولكنه يكره ان يقال له كذلك. لما يجي واحد ابوه مثلا كذا كان له حرفه ومش عارف ايه، وهو بقى كويس يقول له يا ابن الذبات، صحيح هو ابن الذبات، انما ما يحبش انه اهله كده يا عمر مثلا كل دي. نعم. اذا الحق سبحانه وتعالى صان المسلم صيانه كما يحب ان يصون ذاته من الفحش والهجر، ويحب ان يصون ذات رسوله ايضا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، ادي واحده، واثما أدي. بس هنا كلمه مبين جت في الاسم، مبين يعني ايه؟ مبين واضح. طب مش معنى في الذنب؟ ام قال لك لان الوضوح في الشيء اما ان تقر انت بالذنب واما ان تكون عليك البينه، مش كده؟ هنسالك انت قلت للراجل ده يا اعمى او يا اعور او يا مكسح او 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 يا اشرم او اي، اتحب ان يقال فيك بالصفه التي تكرهها؟ لو انك انت كده كنت تنبسط لما حد يقول لك كده؟ لا ما انبسطش، يبقى ده اقرار منك، يبقى هذا هو الاسم اللي عليه اقرار منك. ولذلك حين تمنع من شيء قدر في نفسك ان فعل فيك تنبسط ولا ما تنبسطش؟ تنبسطش. انا اقولك ما تسرقش ثم تزعلش، لاننا بنقول للغير ايضا ما تسرقوش، فانت لو سرقت تزعل ولا ما تزعلش؟ فكذلك برضو اللي نسرق منه يزعل. يبقى مين اللي جاب البيان والاقرار؟ انت صاحب الذنب. لا، قل له ان فعل فيك ما فعلته انت تبقى مبسوط؟ لا ما بقاش مبسوط، يبقى انت اللي اقرت على نفسك. نعم. نرجع بقى لأدب آخر في أداب الأسرة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، الثلاثة الأزواج والبنات ونساء المؤمنين، لأن أنت الأسرة بتاعتك نساء العالم كله، فتكلمت مع الأزواج لأنهم يخصوك، عشان لما تتكلم مع النساء اللي هم مش لأزواج ولا بنات يبقى معناها ان دي سهله، لانني لازواجي ولبناتي ما بالزمكوش حاجه ما الزمتش بها مين؟ لازواجي ولا بناتي. ولذلك يقول لك انت بتزعل مني ليه؟ انا لم امرك بامر انا عنه بنجوى، قبل ما بامرك ايه؟ بامر نفسي. ولذلك القائد طارق بن زياد لما راح يفتح الاندلس، وبعدين هو القائد قال اسمعوا
أنا لم آمركم بأمر أنا عنه بنجوى، وأنني عند ملتقى القوم يعني هو بالمسلمين وأعداء التانيين اللي في الشق الثاني من الأندلس سابقكم فمبارز سيد القوم، فإن قتلته فقد كفيتم أمره، وإن قتلني فلن يعوزكم أمير بعدي. يعني مش ببعتكم وأقعد أنا أتفرج، لا، يبقى الآمن يأمر نفسه إيه أولا، وبعدين يأمر أحبابه إيه ثانيا، علشان ما يبقاش هو واخد تمن. يقول ده سيدنا عمر اللي خلاه ينعدل في حكمه إيه، يقول لك عمر حكم العالم وهو قاعد كده بالمرقعة بتاعته، مش قال له إيه حكمت فعدلت فأمنت فنمت خلاص كده. طب عمر بقى ساعة ما يجي يعمل قرار عارف القرار بيجي فساده منين؟ من مراكز القوة اللي حوله. يوم يجمع الكل قرايب وقال لهم أنا اعتزمت بعون الله أن أصدر قرارا بكذا، فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم إلى شيء منه لجعلته نكالا للمسلمين. أيها القوم إياكم أن يدخل عليكم من يدعي صلته بي فتعطونه غير حق من لم يعرفني، والله إن فعلتم لأجعلنكم نكالا للمسلمين. يبقى الحكم يمشي ولا ما يمشيش؟ خلاص وعلى رقبته. نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل، كل من نفس النص القرآن كان يقول له يا أيها النبي لزواجك وبناتك يدنين عليهن من جلابيبهن، إنما جاء من النص القرآن إيه قل، كأنه بينقل الصيغة اللي وصلته من ربنا، عشان اللي تزعل بقى تبقى تنقل الزعل منه يبقى لله بقى تصعده لربنا بقى. وقال لي قل، أنا بقول الكلام اللي قاله، قال لي قل وأنا بقول قل لأزواجك. طبعا احنا عرفنا ان الأزواج اللي خيرهم فاختاروه وربنا كرمهم بأنه جعل لهم ميزة كذا وميزة كذا وميزة وميزة كذا، الأزواج دي كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت الآية 9، 5 منهم كانوا من قريش من قبيلتهم، اللي هي مثلا ستنا عائشة وستنا حفصة اللي هي بنت سيدنا عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة وسودة بنت زمعة، دول من إيه؟ دول قرشيين. وبعدين في 3 من سائر العرب، ميمونة بنت الحارث وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث المصطلقية من بني المصطلق، ووحدة بس من أبناء هارون أخو موسى وهي صفية بنت حيي ابن أخطب. هذه الأزواج، الأزواج دول حيتلقوا أوامر هم والبنات. أدي دول الأزواج. أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجب بنين وبنات، إلا أن البنين ماتوا وما كبروش، والبنات هم اللي إيه؟ اللي كبروا. أصغرهم كانت السيدة فاطمة، وفيه زينب وفيه رقية وفيه أم كلثوم. يبقى بناتك يعني إيه؟ أدي عرفنا الأزواج للتسعة اللي أرناه، والبنات اللي هم مين؟ اللي هو زينب ورقية وأم كلثوم وإيه؟ وفاطمة. طبعا احنا عارفين ان ستنا فاطمة كانت الصغرى وهي التي بقيت بعد رسول الله، يعني كل بنات النبي ماتوا في حياته وفاطمة هي اللي ايه؟ هي اللي فضلت للايه؟ للآخر. وطبعا لها ايه؟ قصة الضحك والبكاء. ولذلك بقى بعض العارفين كان يقول ان ستنا فاطمة الله يقول وانه هو اضحك وابكى. قامت لما جت في حكاية عائشة وقال لها ايه اللي بكاك وايه اللي ضحكت، قالت لا لانني لما دخلت على ابي وهو مريض قال لي ان هذا هو مرض الموت يا فاطمة فبكيت، ثم اشار الي فذهبت وقال لي يا فاطمة ستكونين أول أهل بيتي لحوقا بي، وذلك ما عادتش 6 أشهر. فضحكت. أخذ العلماء من هذا أن بمجرد الموت يكون اللقاء للأموات، وإلا لو لم يكن بمجرد الموت اللقاء للأموات ويأنسوا كده في بعض
ما كانش يهم تموت الاول تموت الاخر ان كان اللقاء هيجي بعد البعث قد بعضه، انما كونه يقول لها ستكونين اول الناس لحوقا به فتضحك دلت على انه بمجرد الموت يحصل ايه ولقاء وبيحصل دفة ويقابلوا بعض ويقولوا فلان جاي لنا النهاردة وهيطة، بس حياة اخرى يعلمها خالقها احنا عايزين نعرفها بقى انهم هيعملوا مولد زي حواسنا. لا لا الشاهد مش هنا. وبعدين بيقول ايه، قال احدهم لفاطمة واظنه الامام قال الله يقول وانه هو اضحك وابكى ورسول الله أبكاك أولا وأضحكك حتى لا يكون أضحك وأبكى كربه وأبكى وأضحك. نعم. قلنا بقى ستنا زينة تزوجت واحد اسمه العاصي بن الربيع، وده كان قبل ما يحرم ان يتجوز، وهو ده اللي جت تفديه لما أسر في غزوة بدر. قامت هي بلغها ان زوجها اللي هو العاص بن الربيع اسر ابن خالتها، فجابت القلاده بتاعتها وذهبت لتعطيها فداء لزوجها، فلما راها رسول الله وجد انها قلاده خديجه ووهبتها لبنته، فلما راها جاءت ذكر خديجه وبتاع، فقال لهم ان رايتم ان تردوا لها قلادتها وتفكوا لها اسيرها فافعلوا. انما رد الامر لمين؟ لمن ينتفع بالحكايه دي، فكانهم تنازلوا عن الايه؟ عن المساله. الشاهد فيه البنت الثانيه اسمها ايه؟ رقيه، وام كلثوم، ودولهم حوادث، منها حوادث مؤسفه ومنها حوادث مبهجه. اما المؤسف في رقيه وام كلثوم فان عتبه ابن ابي لهب عقد على رقية، وأخوه عتيبة عقد على أم كلثوم، الأختين والأخين. فلما بعث رسول الله بقى وعامت الضجة بين أبو لهب ولد، أنزل الله قوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال لابنه عتبة رأسي ورأسك علي حرام حتى تطلق رقية، فطلق رقية. فلما طلقها مر على رسول الله وفعل فعلة يعني استهجان لرسول الله زي يعني، فقال له رسول الله أكلك كلب من كلاب الله؟ فالولد راح قال لأبوه، فما زال أبو لهب يتخوف على ابنه دعوة رسول الله. طب ما دام أنت بتخوف عليه دعوة رسول الله وإن ربنا يجاوب للدعوة تؤمنش بيه؟ إيه المسألة دي؟ فلما ذهبوا في رحلة من الرحلات التجارة وصى كل من في الرحلة، كانت رحلة الشتاء، وقال لهم عليكم بمراقبة مين؟ عتبة، وأحيطوه برحال مش عارف ايه مخافة ان يخرج عليه كلب من كلاب الله زي ما دعا عليه محمد ويكله. فأصبحوا الصبح فوجدوا أسد دخل على المعتنى وخده وقعد يهيك فيه ولم يترك إلا ما يعرف به. فواحد قال اه ربنا صدق رسول الله في حاجة، ويعني ما في حاجة تانية يعني، أن هو قال أكلك كلب من كلاب الله واللي أكله أسد. فقال واحد من العارفين إن الكلب إذا نسب لله فقال كلب الله بأسد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقلنا إن أزواجه كن تسعة، وبناته قلنا منهم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وقلنا قصة زينب مع زوجها أبو العاص ابن الربيع، وقلنا قصة رقية مع من كان عاقدا عليها اللي هو عتبة ابن أبي لهب. أما عتيبة فطلق أم كلثوم ولكنه لم يتعرض بإيذاء إلى رسول الله،
بل قالوا انه كان يستحي ان يتواجه معه، ولذلك ما دعاش عليه ولا اي حاجه. الحادث المؤسف في رقية وام كلثوم هو ده، الحادث المبهج ان الله ابدل رقية وام كلثوم بخير من عتبة وعتيبة ابن ابي لهب. ازاي؟ فتزوج رقية سيدنا عثمان، ثم ماتت رقية وتزوج ام كلثوم مرة اخرى، ولذلك كان يقال له ذو النورين. النساء لما كانوا يعني بيعملوا كده يقولوا ايه، احسن ما راى انسان رقية وزوجها عثمان، يعني عثمان هم بيغنوا للأجسام. فشوف عوض ربنا البنتين بمين؟ بسيدنا عثمان. سيدنا عثمان ياخد رقية، وبعدين تموت رقية ياخد مين؟ ياخد ام ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل العوض. والعوض في مثل هذه المسائل انما يتأتى بقبول القضاء في نظائره. يعني اذا اصيب الانسان بشيء واستسلم فيه وسلم وقال لله حكمة في هذه المصيبة وقال ما علمنا رسول الله إنا لله وإنا إليه إيه، اللهم أجرني في مصيبتي أيا كانت المصيبة واخلفني خيرا منها، فحين يرضى الإنسان بهذه المسائل يبقى يعتبر المصيبة اللي كان معتبرها مصيبة تبقى خير، تبقى خير لأنها جابت له خير. وأظن قصة ستنا أم سلمة مشهورة، ما مات أبو سلمة وكان أبو سلمة زوج يحزن عليه، فلما مات جاءت النسوة وقلنا يا أم سلمة قولي ما علمنا رسول الله. قالت وماذا علم؟ قالت قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فهي جت قالت واخلفني خيرا منها، قالت وهل هناك خير من أبي سلمة؟ يعني في نظرها أن ما فيش حد أحسن منه. فمن قضت عدتها حتى طرق عليها طارق وقال يا أم سلمة إن رسول الله يخطبك لنفسك، فضحكت فقالوا لها أوجد خير من أبي سلمة أو لم يوجد. وبعدين فاطمة احنا عارفين قصتها بقى مع ايه، مع سيدنا علي بقى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، أزواج وبنات جمع كله، ونساء يبقى جمع، النساء دي جمع لا واحد له من لفظه. طب أزواج مفردها ايه؟ زوج. وبنات بنت. طب ونساء ما فيه، يقال امرأة، يعني مفرد على غير ايه، على غير ايه لفظه. ولذلك دي كانوا يعملوها يقول لك هات مفرد نساء ما عرفت يجيبنا، الا ان بقى العلماء اللي بيشوفوا الاشياء يقولوا طيب اهمل المفرد ليه؟ قال لك لأنها بقى امرأة وتقول ايه امرأات يعني شوية يعني، فجابوا لها نساء. طب ونساء ازاي ما جابوا لهاش مفرد؟ الأصل فيها ايه؟ طب ده الأصل في اللغة ان بقى الأول بتتوضع وبعدين نسمعها ونتكلم به. قالوا انه ربما تكون لأنه خلق المرأة أجل بعد خلق الرجل من النساء، وهو الايه التأكير والايه والتأجيل. نعم. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قل لهؤلاء يدنين عليهن من جلابيبهن. أكن يدنين ديا جواب لقل، ولذلك يقول لك ده مجزوم في جواب الأمر، يقول زي ما تقول له اسكت تسلم، ذاكر تنجح، يبقى تنجح مجزوم في ايه؟ في جواب الايه؟ الأمر. هو في الواقع في جواب الأمر صحيح، إنما هل ذلك صحيح ولا في تأويل؟ قال لك لا، ده هو في شرط مقدر، لأن بقولك قل مش ضروري يعمله، وانت بتقول قل يدنينا يبقى الجواب يدنينا بمجرد القول. قال لك ايوه. ليه؟ قال لك لأنه خاطب أزواج وبنات ومؤمنين، إن ما سمعوش كلام النبي يبقى اختل فيهم شرط الإيمان، يبقى إن تقل لهم ادنينا ايه يدنين، زي وأجم في الناس بالإيه؟ بالحج. طب يدنين عليهن من جلابيبهن، يدني معناها إيه؟ ده الإدناء تقريب شيء من شيء، وهنا بيقول يدنين عليهن، يدنين إيه؟ الجلابيب يدنها من إيه؟
قالوا يدنيها من الأرض. هناك قالوا قطوفها دانية، القطوب بتاعت العنب ايه دانية، يعني ايه قريبة من ايه، مش محطوطة كده نازلة عشان تبقى سهلة حتى في الايه في الجل. يبقى يدنينا عليهن من جلابيبهن، يعني يقربنا الجلابيب من الايه من الأرض. ليه؟ عشان ستر الجسم. ما دام عليهن يبقى كله ملفوفة لحد الأرض، ما يبانش الا الايه الا القدمين. يبقى ما هو الجلباب؟ قال لك الجلباب اختلفوا فيه. الجلباب هو الثوب الذي يلبس فوق الثوب الداخلي. الواحد بيلبس فانيلا ولا قميص مثلا وسروال، وبعدين يلبس ايه الجلابيه. الجلابيه دي تبقى سابغه، وصح القميص يبقى قصير شويه والتاني يبقى قصير شويه، انما الجلابيه ايه بتبقى هي الطويله سابقه وقريبه من الايه من الارض. او يدنين عليهن من جلابيبهن، واصل الجلباب الخمار اللي بيغطي الراس وبعدين يضربوه على ايه على جيوبهن. لكن ده صحيح قد يكون غير كاشف. انما المرأة لها اشياء، عورة جسم يكشف وجسم يوصف وجسم يلتفت اليه. فيشترط في الحجاب بالنسبة للمرأة ان لا يكون كاشفا، يعني ما فيش حتة من عورتها من جسمها دي تبان. لكن قد يكون اللباس او الجلباب غير كاشف الا انه ضيق كده ومحزق بقى ومحبوك حبك عليها، ببين الخصر ومبين الصدر ومبين اللي مش عارف ايه، وهو برضه طويل اللي بيسموه ماكس، برضه مش كده بيسموه ماكس ولا ايه؟ يبقى طويل وكويس قوي، نقول له هو ايه هو غير كاشف الا انه واصف. والواصف عاده في الحته دي بقى ثلاث حتت، السدل والخصر والأرداف. فساعة اللباس ما يبقاش كاشف صحيح، إنما مبين شكل هذه المسائل يبقى إيه غير كاشف إلا أنه واصف. فقال لك الخمار مش بس يغطي الرأس ويغطي فتحة الرقبة اللي هي الجيوب، بل ينزل شوية عشان يغطي الإيه الحتة دي. مبالغة في الإيه؟ مبالغة في التستر. يبقى خدها على أي بقى نقول اللباس الشرعي في المرأة أن لا يكون إيه كاشفا، ولأن لا يكون واصفا. بقي شيء آخر وهو أن لا يكون ملفتا. ولذلك بعض تعابير أدبية من النقل اللي أملاه قال له مبالغة المرأة في تبرجها إلحاح منها في عرض نفسها على الرجل، لكنها بتقول له بص أنت فاهم يعني بدها تلفت إيه. طب وتلفت النظر ليه؟ طب يمكن لما تكون بنت ماس معقولة عشان تتجوز. طب واللي متجوزين واللي استتفن عشان ايه؟ يبقى ذلك ادنى ان يعرفنا. فلما النساء بتاع النبي والبنات والنساء المؤمنين يلبسوا الحاجات الطويلة يعلم انهم مش من دول، ما حدش يتعرض لهم ابدا. انما لما يلاقوها عاملة في نفسها اللي ما يعمل يعرفوا انها ايه، يعني على تشويره. ذلك أدنى أن يعرفن بأنهن لسن ممن يعرضن أنفسهن عرضا مهيجا لإيه مستميلا ملفتا. ذلك أدنى أن يعرف. وما دام يعرفن أنها مش منه بقى ما يجيلهمش إزاء، ما حدش بقى يقول له يا باشا بتصلنا مالك مش عارف إيه كلام، ما حدش يديها بكلمة ولا عارف. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ليه وش معنى وكان الله غفورا رحيما دي؟ هم قال الكلام ده يمكن حاجة حصلت قبل المودة دي ولا أي حاجة، يبقى ربنا إيه يغفرها، لأن ما عندناش عقوبات بالإيه يعني متقدمة الإيه متقدمة المفعول. نعم. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى حينما طلب من المرأة ستر مفاتنها أراد أن يؤمن حياتها. كيف؟ قال لك تأمين الحياة معناه ايه؟ اما بياخدوا منكم قسط تأمين، واحنا موظفين مثلا قسط عشان يبقوا يدوني، اخذ منك وانت واجد عشان يعطيك وانت غير واجد، ادي تأمين الحياة. ذلك ادنى ان يعرف فلا يؤذين، اي بالكلام اللي هو بالخلفين. وكان الله غفورا رحيما. الحق سبحانه وتعالى
واجه في دعوى الرسل كلها ثلاث أشياء. ناس سارعوا إلى الإيمان برسوله لأنهم ما كانش يعجبهم ما عليه أوضاع الناس والمجتمع، فلما يجي الرسول بمبادئ ما فيهاش ظلم ولا فيهاش قهر ولا فيهاش استبداد ولا فيهاش تحيز ولا فيها رشوة ولا فيها، يجي مبدأ دي اللي كاري دي يسارع لمين؟ لإيمان بالرسول، لأنه أوذي بها. فبمجرد ما يجي رسول بمبادئ كويسة، وإلا الإسلام انتشر في الدنيا بإيه؟ انتشر بالأسوة. ولذلك مثلا زي مصر، الحالة اللي كان فيها خلاهم لما سمعوا عن الإسلام ساعدوا اللي جاي بالإسلام، لأنهم شقوا بتوع الفرس برضو من الشقاء اللي كانوا فيه. بمجرد ما راح الإسلام هنا والأسوة بقت كويسة، هم اللي شدوا مين؟ شدوا الإسلام. إذن فالذي يبادر إلى الإسلام هم الذين عضهم الفساد من غير الإسلام، بمجرد ما يجي منقذ يروح متبعين. أو قوم علموا لمن ادعى أنه رسول الله ماض مشرف، ما جربوش عليه كذب، ما جربوش عليه نقيصة، فبمجرد ما قال أنا رسول الله وجاي بمنهج كده روح عامله به. هو سيدنا أبو بكر استنى لما الرسول يقول له قرآن، ده بمجرد ما قال له أنا أوحي إلي وأنا رسول مش عارف إيه وبتاع، عارفه وعارف طبيعته وقال خلاص ما يكذبش لأنني عارف. ولما تسأل الناس كلهم يقول لك الأمين المصدق اللي خديجة أمنت بوبه مجرد ما قال لها ده كذا وكذا وكذا وكذا، مع إنها خدت الورقة ابن نوفل عشان يشوف إيه، يمكن يكون مثلا حاجة مش عارف إيه من الجن ولا. وبعدين لما هو قال ده أنا خايف ليكون مسني حاجة وبتاع، هي اللي تلطف له، يعني الرسول هي إيه تلطف الرسول، تقول له أنت خايف من إيه؟ ده إنك لا تقر الضيف مش كده؟ وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق مش عارف كده؟ فأنت اللي عملت دي كله ربنا يخزيك ويسلمك للكلام اللي ما أبدا أبدا مش ممكن. ولذلك يقول لك أول فقيها في الإسلام قبل أن ينزل الإسلام ستنا قد. إذن فالإسلام ساعة ما يجي اللي عضهم الفساد يوم يروحوا يأخذوا الإسلام يخطفوا الإسلام. مين اللي يتضايق؟ الذين استفادوا من الفساد، استفادوا من الفساد واستدلوا الناس واستعبدوهم وخدوا خيرهم الله وعملوا عليهم آلهة وأباطرة وتادة، هم دول اللي يكرهوا الإسلام، يقوموا لازم يقفوا يتصدوا للإسلام ده علشان إيه؟ ما يقدمش الإيه؟ السيادة. ولذلك في ناس ألفت العبودية لهؤلاء السادة وعاشوا في كنفهم وخلاص وسادة وادولهم كل اللي هم عايزين. ولما النبي جه قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، برضو لسه معلقة فيهم السيادة. إذن الذي يقبل على الإسلام هو من عضه الفساد، والذي يحارب الإسلام هو من أفاد من الفساد. فيه بقى جماعة ثانيين اسمهم المنافقين. الكافر الذي واجه الإسلام بالعداوة منطقي مع نفسه، ما قبلوش بقلبه فما راح رايح بالإسلام خلاص. لكن المنافق عمل إيه؟ آمن بلسانه وكفر قلبه، يبقى مش منطقي مع نفسه، له قلب وله قالب. والدين والإيمان لازم القلب يبقى ويا الإيه؟ ويا القلب. يبقى ده جبان. ليه؟ لأنه في قلبه كره وبيظهر إيه؟ بيظهر حب. ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار، لأن الكفر منطقي مع نفسه. ولذلك العرب حينما سألهم رسول الله أن يقولوا لا إله إلا الله عشان يبطل السيادة ويبطل العنجوية ما رضيش يقولوها، لأنهم فهموا تبعاتها وفهموا مطلوبها إيه. ولو كانت كلمة قال كانوا قالوها وانتهت، إنما عارفين إن مطلوبها إيه. ما فيش كلمة إلا لله، ولا فيش عبودية إلا لله، ولا فيش خضوع إلا لله، ولا كل حاجة لله. يبقى يعملوا إيه هم؟ هم ألفوا هاتين إيه. يبقى الكافر كان منطقي مع نفسه، إنما المنافق مش منطقي مع نفسه. يلاحظ أن المدينة التي آوت مهاجري رسول الله، النفاق ما جاش في مكة إنما جه في المدينة. ليه؟ لأن النفاق ظاهرة صحية للمنافق، فيه منافق وفيه منافق، لأن لا ينافق إلا القوي. الإسلام كان ضعيف في مكة، وما دام ضعيف حينافقه إيه؟ ضعيف. وإنما ينافق القوي اللي له تطوي عشان ناخد خيره. في المدينة بالعكس،
يبقى وكون النفاق ظهر في المدينة دليل على أن المدينة هي مركز القوة الإشاعية بالإيمان، ولذلك نوفق. ولذلك تجد القرآن الذي يكون في المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون إيه ولا يجدون إلى آخره صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. القرآن اللي قال في المدينة كده والحديث اللي قال إن الإيمان لا يأرز إلى الإيه المدينة إلى جحرها، هو اللي ربنا بيقول ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. نقول دي مش إضعاف للمدينة، ده دي مدعى لها أن الإسلام قوي في المدينة قوة بحيث أصبح إيه ينافق. فالحتة دي بقى يجيبها الإيه ويقول الحق سبحانه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يا ساعة ما تسمع لئن لم ينتهي كأن الله أقسم بشيء، ودي جواب القسم، ولا يقسم الحق إلا على شيء إيه زي بيقول والله ما حصل من فلان كذا كذا لا أعمل فيه كذا، ده لو ربنا قال من غير قسم يبقى حينفذ، فما بالك إذا قال قسما على طريقة الله. ولذلك بعض العارفين كان ساعة ما يشوف ربنا بيحلف بحاجة يقول له من الذي أغضب الكريم حتى ألجأه أن يحلف؟ ليه التي يحلف ليه؟ نعم، لئن لم ينتهي المنافقون، والمنافقون دي مأخوذة من شيء يعرفه سكان البدر اللي يربوع حاجة زي الفار بس فيه لؤ، يوم يعرف انهم بيجوا يصطادوه يشوفوا باب الجحر ويقعدوا على باب الجحر عشان لما ايه يطلع يروح مسكين، فيعمل ايه يعمل جحر كده كأنه هو ده اللي ايه المخرج والمدخل، وبعدين يعمل حاجة ويدريها بعيد كده مخرج عشان لا حد معينه يبقى العمل حبلين زي المنافق تمام، قلب كافر ولسان ايه لسان مؤمن، ادي المنافق من النفقاء نفقاء اليربوع. لئن لم ينتهي المنافقون وبعدين والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، يبقى كم صنف؟ ثلاثة، لأن الواو تقتضي المغايرة. أم قال لك لا ده هم الثلاثة موجودين في واحد، المنافقين هو اللي في قلوبهم مرض وهم المرجفون في المدينة. طب وليه ما قالش لما انتهي المنافقون يجيب المنافقين مرة الذين في قلوبهم ايه مرض والذين يرجفون في المدينة ايه جبدل واحد وجبدل، اكن كل خصلة واحدة فيهم مؤددة واكن كل خصلة واحدة فيهم دكات تستقل، ومع ذلك القرآن سمى المنافق في قلوبه مرض. يبقى الدفع الدين قول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. يبقى في قلوبهم مرض دي خلت الواو مش عطف طائفة على طائفة، والذين يتبوأوا الدار يعني المدينة والإيمان هي برضو المدينة الله. تبقى إذن دي البت دي المغايرة لمعنى، إنما هي ما صدق زي ما بيقولوا إيه ما صدق إيه واحد. طيب والمرجف في المدينة ده ما معنى الإرجاف؟ الإرجاف والهزة اللي تهز الحاجة كده وتقيل وتزلزلها كده، ترجف الراجفة تتبعها الرادفة الله. يبقى المرجفون المزلزلون بيزلزلوا في الحاجة الثابتة. طب وبيزلزلوا يعني يعملوا ايه؟ يشوفوا الكيان الإسلامي قرب كده يقوم يعملوا فيها ايه هزة. انت عارفين زمان كانوا يعبروا تعبير سياسي زمان كده يقول لك ده فلان ده طابور خامس، طابور خامس يعني ايه يزيع اباطيل تضعف الايه التيار العام المجمع على شيء، ويشيع الاخبار الوحدة. وهم برضو الجماعة دول المنافقين واللي هم اليهود كانوا يقعدوا يقول لك
القبائل الفلانية والفلانية والفلانية اجتمعوا عشان يسحقوا على المدينة ويمسكوا محمد ده ويعملوه مش عارف ايه كده علشان المؤمنين اللي لسه ضعاف دول يعني ينهزوا. ادي واحدة يقول لك انت ما ادريتش ده فلان ارتد، ده فلان عمل مش عارف ايه، ده فلان اهله مسكوه عمالين يعذبوه مش عارف ايه، علشان ان كان حد بيفكر في الاسلام يعمل مش عارف ايه. ادي المرجف، المرجف يعني الذي يمشي بالفتنة ليصرف اهل الحق عن حقهم بما يشيع من بهتان واباطيل. الله نعم. بقول ان ما كانوش ينتهم احنا عايزين نصف المسألة بقى، احنا سكتنا عليهم لحد ما الاسلام يعني، وبس منتظرين منهم هم واليهود اللي وياهم انهم يعملوا حاجة عشان ننقض العهد اللي احنا مدينه لهم، مش عايزين احنا ننقض. ولذلك تجد الايه، أم حسب الذين في قلوبهم مرض اللي هم بقى دول أن لن يخرج الله أضغانهم. المرض صحيح في قلوبهم، إنما هم فاهمين أنهم حيتنهم مداريين على الله وعلى الرسول كده، ولو نشاء نوريهم لك فلان وفلان 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 وفلان، بس إحنا ما بنقولش، هنخليك تعرفهم في لحن القول، تشوف كلامهم كده تلاقي ده كلام مش مظبوط. إزاي؟ في لحن القول يعني إيه؟ يعني يميل القول عن غير معناه. كانوا يقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن تحية المسلمين لرسول الله السلام عليكم، هم كانوا يكنون يا أبا القاسم، فهم بدل ما يقولوا السلام عليكم يقولوا لعنهم الله، يقول السلام عليكم يا أبا القاسم، والسام هو الموت، يحرفون الكلم وفي لحن القول. وكانوا مثلا لما المسلمين في كلمة راعنا، الواحد راعينا يا سيدي راعينا يعني بصلنا كده ومش عارف ايه بتاع، هم يهوم حلاحة معلفينها يقول للمراعونة بدهم يقولوا ان دي من الرعونة، يعني الله يحرفوا الكلام عن موضوع. واغلب من كده بقى لما تيجي يقول ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. الإسلام ما خدهمش مرة واحدة كده، الإسلام استعمل معهم يعني عمل معاهدة وياه وقعدوا وتكدوا ما دام ما بيجيبوش حاجة هم واليهود خلاص تكد. إنما الرسول بلغهم أنهم يتناجون بالإسم والعدوان فجبهم ونهاهم عن التنازل، ما تتناجوش بالإسم والعدوان. وبعدين بعد ما ينهاهم عن التناجي بالإسم والعدوان يتناجوا تاني، ألم ترى إلى إيه؟ هي في سورة المجادلة، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، يرجعوا تاني إيه؟ الله. يبقى إذن أناة فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا، فإن لم تغني أغنت إيه؟ أغنت عزائمه. الحق قل إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. نغريه، ما هو الإغراء؟ الإغراء يقابله التحذير، الإغراء أن تحمل مخاطبك على أمر محبوب. يقول لك يغريه بكذا، يغريه بأنه يفعل به، وإن كان التحذير بتحذره عن شيء مكروه يسموه باب الإغراء والتحذير. افرض مثلا ان احنا قاعدين كده في حتة وبعدين واحد منا شاف تعبان، هيقول بصوا شوفوا تعبان ومش عارف ايه، خافوا منه ده هو تعبان، يعني معناها ايه؟ هذا التحذير بقى اسمه ايه؟ تحذير. الاسف يبقى اسمه ايه؟ تحذير. واحد مثلا مش عارف يقولك ايه بيندى والنجدة، لكن الاغراء ان تحبب الى المخاطب فعلا تحب ان يسارع اليه. فمعنى لنغرينك بهم يعني نسلطك عليهم، والإغراء لأمر محبوب، وحيبقى الإغراء ده محبوب ليه؟ لأنك انت شفت من مكائدهم ما ايه؟ ما فزعك وأقلك. الجماعة دي المنافقين أغبياء، ولذلك القرآن يعرضها عرض جميل، يحذر المنافقون
أن تنزل عليهم سورة. طب ما دام بيحذرهم ويعرفوا إن في ربنا بينزل كلام ويخافوا من دي، يبقوا بيعملوا العملية دي ليه؟ يبقى غباء ولا مش غباء؟ لا، أهم من دي كمان، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ربنا ما بيعذبناش ليه باللي نقوله في نفسنا؟ طب تعالوا أنتم بتقولوا ويقولون في أنفسهم، مش بيقولوا للناس ولا يقولوا، لأن لما تقولوا ويقولون دي جمع وفي أنفسهم جمع، يبقى بيقولوها البعض ولا كل واحد بيقول في نفسه؟ كل واحد بيقول إيه؟ طب ولما يكون كل واحد بيقول في نفسه، ما الذي أعلم رسول الله بذلك؟ يبقى الله، يبقى مدام عارفين إن المسألة رسول الله موصول بربه وهيفضحهم، ليه العملية بتبقى في غباء ولا لا؟ يبقى غباء. لنغرينك بهم، ومدام نغرينك بهم احنا اللي هنسلطك، وانتم ستصيرون الى قوة تغرى بعدوها، هتستفد تلاقوهم انجلوا على المدينة وسابوك خالص. وقد كان ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. قليل مين؟ قليل منهم اللي جاء، ولا مجاورة قليلة في زمن قليل حد ما يرتبوا لهم حته مهجر يروحوا؟ نعم. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الملعون هو المطرود، يعني انكشفوا انكشاف يبقى ينطردوا، ولذلك طردهم رسول الله من المسجد. ما هم كانوا هم من خبثهم يذهبون إلى الصلاة ويقعدوا في أول الصفوف. في أول الصفوف ده يعني معناه أنهم يعني الورع واخد. فالنبي يقول له يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، يبقى أول بقى ما ربنا إيه؟ ولو نشاء لأريناك. ملعونين أي مطرودين أينما ثقفوا أينما وجدوا. ليه؟ قال لك لأن اللي بينفق في بيئة وتطبع على النفاق فيه ما عادش له طبيعة خالصة، طبيعة ملوثة، طبيعة مسمومة. إن راح في حتة برضه هيبقى كده، وبعدين هيطردوه. ولذلك احنا لما نشوف مثلا الجماعة اللي قطعهم الله في الارض امما، مش قطعهم في الارض امم، ولذلك كلمة وقطعناهم في الارض امما، قطعناهم قطعة. القطعة دي صحيح تفرق من مجتمع، انما كل قطعة لها تماسك. وهم صحيح في البلاد دي هم واليهود يروحوا البلاد لهم حتت مخصوصة ما يختلطوش بغيرهم ابدا، ذلك احنا عندنا يسموها حرد كذا كده. ليه؟ لا يتوبون في أمة أبدا. ولذلك وقطعناهم في الأرض مش أفرادا أمما، يعني جاب كل بلد فيها شوية مجتمعين برضو عاملين إيه؟ هم التقطيع في الأرض أمم جعل كل أمة تكتشفهم فيما بعد وتقوم عليهم بالإبادة، وآخرها الإبادات اللي حصلت في ألمانيا دي ولا نعم. ملعونين أينما ثقفوا أي أينما وجدوا، أخذوا أسرا وقتلوا تقتيلا، يعني اقتلوهم بإيه؟ بعنف، لأنهم هم دول عملوا إيه؟ عملوا في الإسلام المصائب، وربنا نصركوا عليهم، فلازم يبقوا عبرة لمين؟ عبرة لغير. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في مثل هؤلاء: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وده ماشي في الكون ولا مش ماشي؟ أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل. أرأيتم رسولا أرسله الله وانتهى الأمر بنصر أعدائه عليه؟ ومعنى كلمة سنة أي الطريقة الفطرية الطبيعية المتواترة التي لا تتخلف. الشيء اللي حصل مرة ومرتين ما تقولش دي بقت سنة، لا، السنة تبقى معناها إيه؟ بقت لها إيه؟ رتابة واستدامة وما تتخلفش. ولن تجد لسنة الله تبديلا، لأنه لا يوجد له شريك مماثل يبدل عليه. نعم. بعد ما اتكلم على الموضوع عايز بقى يفهمنا ان المنهج اللي جاء به الرسول من ربه
وفيه له أوامر وفيه له نواهي وفيه له أشياء تخلصه من خصومه، لا بد أن يحترم، لأنه سيسلم الناس دي كلها إلى حياة أخرى يستقبلون فيها استقبال لا ينفعه فيه إلا عملهم. فقال يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة. الرسول سئل كثيرا وقالوا السؤال ظاهرة صحية إذا كان في الأمر التكليفي، لأن الرسول حين يسأل في أمر تكليفي يكون معناه أن الذين آمنوا بالرسول أحبوا الإسلام، فأحبوا أن يبنوا حركة حياتهم إسلامية. فعلى فرض أن في شيء كان متوارث من الجاهلية والإسلام ما جه غيروش، يسألوا عنه ده رأي الإسلام في إيه، ولو كانوا يعني واخدين الإسلام هو كتر خير الدين اللي يقولوا نسمعه، يقول لك ده بيدعبسه. ولذلك نقول ما تدعبسوش، اتركوني ما تركتكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقكم. ومع ذلك يريح أنهم إيه يسألوا، نقول ده مدام بيسألوا يبقوا حريصين على أن يبنوا حياتهم بناء إسلاميا حتى في الأشياء التي لم يتعرض الإسلام إلى نسخها من أفعال الجاهلية. في حاجات كثيرة أو من أفعال الجاهلية ما تعرضت لها الإسلام، استعبد خلاه الدية في الإسلام جاي منين؟ طب ما هي جاي من اللي كان موجود هناك، إنما شيء أقره الإيه؟ أقره الإسلام. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حين يحافظ على منهجه في القوم يحافظ على إيه؟ علشان إيه؟ مش بس الدنيا دي هي يعني هتنتهي، ده في حتة تانية هنبعث فيه. ولذلك بقول لهم اوعوا تفتكروا انني خلقتكم ورزقتكم ونفدتم من ايدي وتخلفوني فيما اريد لكم من منهج تسير عليه الحياة، لا، حطوا في بالكم انكم راجعون الي وترجعون الي بدون اسباب. انا معيشكم في الكون باسباب، اقول لك اعمل كذا عشان يحصل كذا، انما في الاخرة لا، انا هعيشكم بكون. ان احنا قلنا زمان ان العالم مهما ارتقى وتحضر، احنا مثلا منروح بعض الفنادق نقوم نلاقيها اعده اعداد، لما عاوز قهوه اعمل زرار كده ينزل اللي مش عارف الايه، اعوز شاي يعمل اللي مش عارف تحت، ما خبطش ولا اجي ولا اجيب ومش عارف ايه. الله صحيح، انما علشان تيجي انت طلبك ده يجاب كده، مش في ناس قعدوا يعدوا لك المساله ولا ايه؟ لازم ناس قاعدين تاني يعدوا لك، صحيح انت ما عدتش انما اعدوا لك المساله. طيب لكن انت تعيش ايضا بالاسباب، وان كانت الاسباب مستوره عنك يا منتفع، انما في ادارات كتيره عشان توضب لك الحكايه دي. اللي مثلا يجي يمثل بالباكت واللي يجي بالتليكت واللي يجي مش عارف ايه، صحيح بتوصل لك المسائل انت، انما انت عارف هم عملوا ايه عشان انت توصل لي، ده واخد مجهود ايه وامكانيات ايه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. انما بقى هات لي ارتقاء في الحياه بحيث وانت قاعد كده طلبت قهوه او مش طلبت، ما طلبت، لا مش طلبت، مره في خاطرك قهوه تلكمت لها قدامك، لا جبت زرار ولا عملت حاجه ولا حد رتبها لك، قال لك انت كنت في الدنيا تعيش بالاسباب، وإن كانت الأسباب من يد المسبب، لكن في الآخرة هتعيش بلا إيه؟ بلا أسباب. بمين؟ بالمسبب. يبقى دي الدنيا توصل مهما حصل يحصل كده. فبقول لك أنا بقى أنا هعديك لدنيا إن تعبت مدة عمرك كلها ما تساويش النعيم اللي أنت هتشوفه. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت في الدنيا هتعيش كم سنة يعني؟ إدي كده متوسط الأعمار، وان كان مش مضمون انك تاخد متوسط الاعمار، في واحد بيتخذ وهو قد كده يعني، يبقى عمرك في الحياه مضمون. يبقى دنياك اياك ان تحسب دنياك من لدن ادم الى ان تقوم الساعه. ليه؟ لان انت مالكش دعوه بالدنيا دي، يبقى ما عمر الدنيا عندك مكسوك فيها. الدنيا ايه مكسوك. والى لقاء اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ميديا بروتك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. هذه الآية الكريمة جاءت بعد معركة الإيذاء لله والإيذاء لرسوله والإيذاء للمؤمنين من الذين لا يؤمنون بالسماء ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبلاغ عن الله. وهؤلاء حين يؤذون لا يؤذون إلا أنفسهم، لأن إيذاءهم لن يصل إلى الله، وإنما إيذاءهم لله أن يعصوا ما أمر به، وهو يحب لهم الخير لأنه خلقهم. إذن فإيذاءهم لنفوسهم يعتبر كأنه إيذاء لمن يريد بهم الخير، وإيذاءهم لرسول الله لأنه هو البلاغ عن الله المؤيد بالمعجزة، وإيذاءهم لرسول الله أخذ مواقف شتى، ويؤذون رسول الله في أهله، ويؤذون رسول الله حين يسلمون عليه فيقولون السلام عليك، ويؤذون رسول الله في أن يتعرضوا لذاته الشريفة بالإيذاء بما يتأبى عنه أي إنسان كريم، ومع ذلك يصبر رسول الله. ويؤذون المؤمنون في أنفسهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وبذلك يظلمون. وللإيذاء فلسفة مخصوصة حتى لا يثبت على الإيمان إلا الذي يصبر على ذلك الإيذاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما الذي يدلني على صدقك في الإيمان إلا أنك تؤذى فيه وتصر على الإيمان؟ ولو أن المسألة كلام يقال. ولذلك حينما امتنع كبراء قريش عن قولهم بالشهادة لا إله إلا الله، هم أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل تلقن للأساليب بما تفيده الأساليب، فهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله ليست كلمة تقال، وإنما كلمة لها مطلوب، وأنه لا سيادة إلا لله، فما قالوهاش. يبقى إذن عدم قولهم لا لأنهم إيه؟ فهموها جيدا، وأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فلا سلطان لأحد ولا رأي لأحد إلا مين؟ إلا الله. إذن فالذين يؤذون الله، يؤذون رسول الله، يؤذون المؤمنين، هؤلاء أدوات التمحيص للإيمان. فإذا ثبت رسول الله مع الإيذاء وثبت المؤمنون مع الإيذاء، دل على ذلك على أنهم قارنوا بين إيذاء من بشر له قدرة محدودة وبين إيذاء من الله في يوم لا يمكن أن يفر منه أبدا. فقرنوا المسألة فوجدوا لا، نصبر على الأذى ده أحسن. ليه؟ لأنه حيحمينا من أذى آخر. ولذلك قلنا أن الله ضرب على متن جهنم الصراط الذي نمر عليه جميعا، لازم نمر عليها كده. ليه؟ قال لك علشان نعرف كيف نجانا الإيمان من سعير هذه النار. فإذا مرينا عليها وشفناها تستعر كده وتقول هل من مزيد، وهلا نقوم نقول يا سلام بقى الإيمان عمل فينا الجميل ده، وأدي نجانا من هذا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يبقى إذن الإيذاء له فلسفة مقصودة، والله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يأخذ هؤلاء أخذ عزيز مقتدر، كما أخذ قوم نوح بالطوفان، وكما أخذ قوم فرعون بالغرة، وكما أخذ قارون بالزلزلة وبقذف الأرض، من الممكن. لكن الله يريد أن يعذب هؤلاء بأيدي المؤمنين وبأيدي رسول الله، لأنها لو حصلت ربما قالوا آية كونية، زلزال حدث، بركان حدث، صاعقة نزلت علينا. لا، ده هو عايز التعذيب يكون بمين. ولذلك يقول الحق: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. إنما أنا عايز يبقى العذاب من مين؟ منكم لهم، عشان ما يتهمهاش في أنها ظاهرة كونية أو ظاهرة طبيعية أو دي بعيدة عن الإيه؟ عن المنهج. حينما آذوا
الله سبحانه وتعالى يصبر رسوله فيقول فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. تشوفهم في الآخر. يبقى إذن الرد على الإيذاء نوعان: نوع أن ينصر الله رسوله عليهم، ولذلك لما بشرهم قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله وقد حدث. هم يزيدوا يقول لك يا محمد العرب اجتمعوا عليه واجتمعت القبائل ويأتون في الأسبوع ده عشان يخرجوا محمد من المدينة. السرية التي أرسلها رسول محمد ده إلى المكان الفلاني قتلت عن آخرها. فهم دول المرجفون في المدينة. المرجف هو زي ما نقول إحنا الطابور الإيه؟ الطابور الخامس. ويقول الحق سبحانه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي المدة التي يتمكنون فيها من لم أمتعتهم وعزلهم علشان إيه يخرجوا. فبعد أن ذكر الله هذا ذكر شيئا آخر، وهو أن هذا الإيذاء له رد أخروي، وهو حين تقوم الساعة. فقال يسألك الناس عن الساعة. السؤال الذي سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متوجها إلى أمرين. الأمر الأول إعجازه، لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم ومن إخبار أنبيائهم بعض الأشياء، فيريدون أن يحرجوا محمدا بالسؤال عنها. ولكن الله كان يعلم محمدا، كنهم يسألوه على أشياء وهم يعلمون أنه أمي لم يقرأ كتابا ولم يجلس إلى معلم. فهم واسكنهم لما يسألوه عن حاجة في كتبهم أو قالوها العلماء مش هيعرفها، لأنهم بشهادتهم لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتاب. فلما يسألوه ذلك يجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطق ربه الذي يعلم الحقائق كلها، يدهشوا ولذلك يتحككوا في أي حال. لما سألوا عن أهل الكهف وبعد ذلك قال إيه: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة. هم يتمحكوا يقول لا احنا ما نعرفش التسعة دي، احنا ما نعرفش الا 300 سنة. يبقى احنا صدقنا في 300، التكذيب في ايه؟ وازدادوا تسعة. هم جهلوا ان توقيت المناسك الالهية في الدين انما تخضع للتقويم الهلالي. ليه؟ لان الشمس مقتضى ما تعطيك انها بدء اليوم وانتهاءه، انما ما تعرفش النهارده اول الشهر ولا اخر الشهر، ما تعرفش الكلام ده. لكن التوقيت العربي اللي بالهلال له علامه مميزه كونيه، ان الهلال يطلع كده بعد ما كان غايب يطلع قد كده، يبقى اذا لها علامه ايه مميزه. واذا ما نظرنا الى مقارنه الشهر الهلالي بالشهر الميلادي اللي احنا بنقول عليه، نقوم نجد ان كل سنه هجريه اصح 11 يوم عن السنه الشمسيه. لما تحسب النقص ده والزيادة وتجمعهم في 300 سنة تقوم تلاقيها هي الايه؟ هي التسعة. مش هي اصلها 309، لا هي برضو ايه؟ هي 300، بس ال 300 دي تمتم بقوا ايه؟ بقوا الزيادة من نفس الايه؟ من نفس ال 300. وما دام نفس ال 300 ده هي، يبقى كن ده انت بتحسبها ميلاد شمس واحنا بنحسبها ايه؟ هي. لان النسب كله بالايه؟ بالايه؟ بالهجري. الحته اللي كانوا عايزين يعرفوها احنا نبهناهم، كانوا يريدون تجهيل محمد فنبههم الله على انهم هم الايه؟ الجهل. طب لما تيجي بتوع موسى اللي بتسال له الاسئله دي، طب ما انتم ووعدنا موسى ايه؟ 30 ليله. 30 ليله واتممناها بعشر فتم بكتبه بايه؟ بالهلال. طب اذا انتم التوقيتات العباديه عندكم برضه بالهلال؟ ما تجيبليش بقى 300 سنة وتقول انا اللي عارفها مش عارف ايه، لان انت بتجيبها ميلادي واحنا بنجيبها ايه. اذا فقول الله وازدادوا دليل على اعجاز ادائي بليغ، يدل على ان التسع سنين انما جاءوا لا بزيادة على 300 ولكن من نفس ايه؟ من نفس الايه؟ 300. طيب ومرة يسألوه عن واحد جوال في البلاد ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، النبي يجاوبهم عليه الكلام ده عندهم. طب جابوا منين دي؟ ده ما قعدش على معلم ولا اي حاجه. يبقى معناه ان الله يريد ان يلفتهم ان تعليمه من الله، ولذلك كانت الاميه في رسول الله شرفا له.
لان اللي مش امي معناها ايه؟ انه خد علم من البشر، علمه القرايه والكتابه وعلمه شويه معلومات، يبقى مين اللي علمه؟ يبقى اخذ علمه من البشر. ولكن امي زي ما ولدت امه، كما قال الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى امي بالنسبه للرسول شرف له، لان معناه انه لم ياخذ من احد من الدنيا معلومه، وانما كل علمه من العالم الاعلى وهو الحق سبحانه. وكذلك الامه اللي نزل فيها يقال امه اميه، هذا شرف لها. ليه؟ لان لو انها مش امه اميه زي ما قلنا يمكن كانوا يقولوا ده قفزه حضاريه، لا هي امه اميه ولا الامه الاميه اللي كل قبيله لها قانون، كل قبيله لها رئيس، ما فيش قبيله تثني كلمه على قبيله ثانيه، كل يجمعون نظاما يشمل الدنيا كلها الى ان تقوم الساعه. الناس دول يعملوها ازاي؟ منين دي تيجي؟ ده لازم من اله حق. يبقى الاميه فيهم ايه؟ شرف. وعجزهم عن متابعه القران ومحاجته، العجز نفسه شرف لهم. ليه؟ قال لك الناس بتاخد على انهم عجزوا وانهم لا، ده كون الله يتحداهم، انما يتحدى العظيم في اي ناحيه من النواحي، انما تيجي الواحد ما يعرفش وتتحداه، ده كانه تحدي الله لهم بالقران شهاده منه على انهم افصحوا الخلق. ولذلك جاء لهم المعجزه من نفس الايه؟ من نفس فصاحتهم واسلوبهم. ومره يسالوا عن الساعه لانهم ينكرونها، لمصلحتهم انهم ينكروها. ليه؟ لانهم على زي ما بيقولوا عندنا في العام دايرين على حل شعرهم، ومش عايزين ينعكموا في الآخرة عشان تصرفاتهم، ولغوا في أعراض الناس بجبروت وبشراسة وبظلم وبإله، يخافوا من المنفع. نقول له يا أخي خليك بالعقل كده، نبحثها بالعقل، بلاش إن ربنا قال، بالعقل كده. إحنا عاصرنا من سنة 17 قيام الحزب الشيوعي في روسيا، حصل؟ وبعد ذلك أخذوا الإقطاعيين والرأسماليين وعملوا فيهم إيه؟ مش خدوا منهم أملاكهم وعذبوهم؟ طب خدت أملاكهم جردتهم مما لهم، بتعذبهم لقالك على ظلمهم السابق، سيبهم كده على ظلمهم السابق. نقول له إذن ما حظ القوم الذين لم تدركوهم أنتم وقد ظلموا؟ قبلهم ناس كانوا ظلم، إيديكم مطلت، أنتم طلتم المعاصرين لكم وخدتوا أموالهم وعذبتوهم، خلاص كده. طب واللي فاتوا قبل كده ولا طلتهم؟ مفيش. بالله لو ان واحد قال لك ده في واحد هربان وحدلك عليه كنت تحمدها له ولا لا؟ طب واحد بيقول لك ده انا هجيب لك اللي مات مش اللي هربان وهحاسبه حساب تاني، يبقى بيعينك على مهمه الانتقام ولا ما بيعمكش؟ يبقى كان من الواجب ان يكون الشيوعيون اول الناس ايمانا بالبعث، لان الذين فلتوا من ايديهم عشان ما عذبهمش لانهم سبقوهم، ربنا بيقول لهم انا هجيب اللي ظلموا زمان دولي وهحجبهم لكم في الاخر. كانوا يقولوا ده بيساعدنا ربنا ولا لا؟ يبقى اذا كان من الواجب ان يؤمنوا بمين؟ ان يؤمنوا بهذه البرنامج. شيء اخر، انتم في حياتكم اللي جبتوها الشيوعيه ولا الراسماليه ولا حاجه، تضعون قوانين لانفسكم او لا تضعون عشان تحكموا البشر دول؟ تعملوا لهم قوانين ولا لا؟ ما معنى القانون؟ القانون هو الذي يحدد ما للمواطن على المواطنين من حق وما له على المواطنين من واجب. هذا القانون. اللي يتعدى عندي العقب ولا ما نعاقبوش؟ كل جماعة لها قانون عقوبة، وما دام قانون عقوبة يعني معناها ان في ناس ايه؟ ان في ناس بتبقى تخالف لازم نعاقبهم. طيب اللي بقى يقدر يدار عقوبته عن المجتمع يبقى اخذ حظه في الشراسة والظلم ولا ما خدش؟ ولا مكناش منه؟ اهو كان المفروض بقى ان انا اقول ده لازم في حد بقى يعرف الخبايا دي ويبقى بعدين يجيبهم ويحاسبهم. الله. اذا كل قضية لازم توحي بفطرية الايه؟ الايمان. تعال يقول لك ربنا خبير وعالم بما تسقط من ورقة ولا حب، ما هوش عارف ايه في الارض الا يعلمها. نقول له ده انت يا بشر بتعمل مخابرات عشان تعرف همس الناس وممكن تسجل لهم. الله. علشان تعرف ايه؟ تعرف خبايا الناس الذين يحتالون في ان لا يراهم القانون. يبقى لازم كنت تعرف ان من فضل الله عليك انه علم هذه الخبايا، وان اللي يقدر ما يقدرش يخبي عنه عيل لانك انت بتعملها. اذا فالدين كله كان من الواجب للشيوعيين انهم يعملوا ايه؟ انهم يسقفوا له. يقولوا يا سلام ده انا حق، ده هيجيب منا اللي شرده،
اللي فاتوا قبل ما نجيبهم، اللي مش عارف ايه وحيعرف لنا الاخبار مش عارف ايه، واللي يحتط على الجريمة. اذا كان من الوقت، لكن هم لم يؤدوا حق الله واسرفوا على انفسهم فهم يخافون منه. ولذلك تجد في سورة الكهف يقول لك ايه، وما اظن الساعة ايه. من اللي قالها بقى؟ اللي ربنا اداله نعمة واداله مش عارف ايه واداله ايه واداله ايه، وبعدين بقى راجع فطرته تنبهت شوية، قال لك لا، قال لك ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. الله، اذا ففيه تكذيب بوجود الساعة، وبعدين ان كانت ممكن هيبقى لنا فينا ايه، هنبقى لنا كلام تاني، وربنا زي ما اكرمنا هنا يكرمنا ايه، يكرمنا هناك. نقول لا، ربنا يكرم هناك الذي اكرم نفسه بمنهجه هنا، ومن لم يكرم نفسه بمنهج الله هنا ما يمكنش ربنا يكرمه. الله، ولذلك احنا مثلا تيجي يقول لك انا دعيت ربنا لكذا ما حصلش، ودعيت ربنا لكذا، وخصوصا السيدات دعينا ودعينا. طيب تعال يا ستي، انت طلبت من الله ايه؟ كذا وكذا، والبنت ما اتجوزتش، والواد مش عارف فاشل، والمش عارف الايه، وجوزي انعوج عليا كلام ده. او لا، طيب انت طلبت من ربنا كده، اكتر فيك اللي عرفت ان ليك رب تفزعين اليه وقت الشده، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، كتر خيرك. انما نسالك بقى، هل انت اجبت الله فيما طلبه منك؟ تقولي انا قلبي صافي وما باذيش حد ومش عارف، لا انا شكلي كده، خليك قدامي كده. اجبت الله في شعرك هذا؟ اجبت الله في شفايك وتغييرك لخلقه الله؟ اجبت الله في ان، طب اشمعنى انت ما جاوبتيش ربنا وعايز ربنا يجاوبك؟ فلا تحير جوابا، اللي بدي اجاوبه يكون مجاوبني، لكن ما جاوبنيش، جاوبني ازاي؟ ولذلك الناس تدعي تدعي وبعدين ياخدوا على ربنا انه ما بيجيبش دعائهم، ولم ياخذوا هم على انفسهم ان الله ناداهم ولم يجيبوا ايه، ولو انهم حطوا دي قبل دي انا متاكد بقوا يمسحوا كده ويغطوا وتحطوا بتاع مش عارف. الله، في ساعه دلوقتي مش منها لانها ايه، حريصه في ان تجاب الى ما طلبت. فما دام المسألة كده لازم تحرص في أن تجيب طلب الله، إنما تجيب طلب الله قدامي دلوقتي، قالوا تبقى الجلابية عاملة كده، قالوا تجيب حاجة تداريها. طب وما دام أنت هتداريها إيه؟ الله، بقى جوزك مش عارف إن شفايفك دي مش طبيعية، طب وبعدين؟ يبقى إذا لازم الذي يطلب أن يجيبه الله إلى طلبه يسارع هو فيجيب الله إلى إيه؟ وبعد ذلك يعفو عن كثير ويعفو عن إيه؟ فإذا السؤال إما أن يكون سؤال ليتأكدوا أنها هتحصل، أدي واحدة، أو يستبطئوها وعايزينها تيجي دلوقتي. ومادة السؤال في القرآن مادة واسعة، ليه اتساعها؟ الله، إذا كان القرآن ينزل جملة واحدة، طب الأسئلة دي كانت تيجي إزاي بقى؟ إنما ترك الله ليسألهم، لأن السؤال إما تحدي للرسول وإما استزادة من أحكام الله الذي أنزلها على الرسول. هل الإنسان يسأل ما يحدد حركته؟ ولا إذا لازم هم عاشقوا الإيمان، فأحبوا أن تبنى كل حياتهم على الإيمان، حتى إن كان في شيء في الجاهلية مش عايزين يعملوه على حكم العادة، إنما هم عايزين يعملوه على حكم الإيه؟ العبادة. ولذلك كثرت الأسئلة. القرآن حينما عرض هذه الأسئلة مرة يقول ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، فكأن الرسول حينما سألوه عن المحيط لم يقل هو أذى، يمكن يبقى من عنده، قال لك لا، ده ربنا قال لي قل، ده قل دي من مدلول الله، أنا بقولها قل. ولذلك يقول لك يلا نحذف قل دي منه، قل هو الله أحد، ده هذا دليل على صدق الرسول في أن الحاجة مش عنده، ده هو زي ما ربنا قال له قال قل وبقول. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون في آية ثانية قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، قل 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 قل. الله، ولكن قل هذه مرة تبقى من غير الفيه ومرة تبقى بالفيه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، خلاص ما جابش ايه فاء، جاب قل على طول. طيب لكن ويسألونك عن الجبال، ما قالش قل ينسفها ربي نسفا، قال ايه فاء، فقل. الجواب بدون الفاء دليل على أن السؤال حصل الآن، وخذ الجواب هو. لكن السؤال اللي فيه الفاء دل على أن فيه شرط، أي إن سألوك في المستقبل عن الجبال
فكل ينصفها رب. يبقى اذا كل وحدها دليل على ان السؤال حدث، لكن لما يقول فقل اي ان سالوك فقل، يبقى جاب سؤال منهم واقع، انما سؤال لسه حي ايه. طيب والذي يدل على صدق الله فيما قال انهم سالوه، ما دام سالوه يبقى ربنا قال له اذا سئلت يعني فقل هذا، يبقى دل على ان السؤال اللي انتوا قلتوه جاي، وانا هقول لكم إيه؟ على اللي بعدين هتسالوه. كان من الممكن لمن يعارض ان لا يسال، يقول هو قال اذا سالوك فقل، ما سالناش ولا قلنا حاجه، انما لازم يقوله. ليه؟ لان الله لا نقض في علمه. مش ممكن لا نقض في علم، انتهت المسألة، هيقولوا قولوا غصب عنه. ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب وتب، معنى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما سيصلى نارا، يبقى حكم بأن آخرته لا كفر، مش هيؤمن، مع أن في صناديد أشد من أبي لهب وآمنوا برسول الله. عمر آمن يا أخي، عمرو بن العاص آمن، خالد بن الوليد آمن، طب كان من الممكن ان هي برضه ايه يؤمن، لكن الذي قال انه لا يؤمن عارف انه مش ممكن هيركب راسه وهيفضل، وانذره بانه سيصلى يبقى معنى. طب بالله لو ابو لهب ده كان عنده شويه ذكاء عشان تعرف ان الشرك غباء، ما كانش يجي في وسط المحفل كده ويقول ايه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ولو كذب. وبعدين لما يشهد ان لا اله الا الله وادنا قلتها هو ولا حصل نارا ذات ايه، يبقى بده يكذب مين؟ يكذب القران، لكن لم يقلها مع انه مقتار في ان يقولها ومع ان غيره قالها. الله، يبقى ده دليل على ايه؟ دليل على ان الكلام جاي من مين؟ من الله. وما دام الله ما فيش استدراك لحدث في الكون على ما يقوله الله، ولو كان باختياره، ولو كان باختياره. طيب مره لجت الفيه ولجت قل في آية واحدة في كتاب الله، وإذا سألك عبادي عني، لم يقل قل إني قريب، ولم يقل فقل فإني قريب، لا قال دي ولا قال دي، لا بقل ولا بالإيه ولا بالفي. ليه؟ أم قال لك لأنهم حينما سألوا عن الله وذاته، الله سبحانه وتعالى جعل الجواب منه مباشرة لهم بدون وساطة محمد صلى الله عليه وسلم، جاوبهم هو، قال دي ما تمرش عليك يا سي أنا هقول لهم أنا. الله، يبقى الجواب عن محمد يمكن يبقى يكذب فيه، إنما إيه وأساليب مختلفة متعددة، كل أسلوب له إيه، كل أسلوب له إيه مغزى. هات بقى سؤال عن الساعة، كلمة السؤال وفناها. طيب الساعة هي ايه؟ ما هي الساعة؟ نشوف كده. الساعة حين نطلقها في هذا العصر تطلق على الآلة التي تحدد أجزاء النهار بالسوية وأجزاء الليل، الآلة بتاعتنا دي سمناها ايه؟ ساعة. وخدنا الساعة اللي هو الجزء الايه الأقرب إلى الليل وإلى النهار، إنما دلوقتي عرفنا الدقيقة ولا ما عرفناهاش، وعرفنا الثانية ولا ما عرفناهاش، وعرفنا جزء المتعلق به، لكن كلمة الساعة بقت منصرفة إلى أين؟ سمعنا يعني البشر حينما سموا هذه ساعة، الله إزاي سموها ساعة؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى سرق فطرة البشر منهم عشان يدلهم على أن الساعة اللي انتم منتظرينها هي آلة مواقيتكم في الحركة. ولذلك الدقات دي زي شوق مآل، الدقات دي بتنبه إلى إيه؟ انها دايره. وبعدين يا ترى الدقه دي كل دقيقه، يا ترى الدقه كل ثانيه. ولذلك الدقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني. ولذلك تجد ان الساعه بس قال لك ويوم تقوم الساعه، مش الساعه بس عند ربنا اللي هي قيام الساعه، لا، والمراد بها اله زمنكم، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. الساعه دي بقى، طب الساعة دي كالقيامة، والساعة الثانية ايه اللي هي آلة الزمن اللي هي ايه؟ وتيجي بقى علشان تعرف ان الزمن له ليل ونهار وبعدين اسبوع وبعدين شهر وبعدين ايه وبعدين سنة. كويس قوي، نقول له طيب تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى يديك ان الساعة دي اللي انت بتقول عليها الساعة كذا والساعة كذا دي تدل على جزء من نهار او ليل بالتساوي،
زي ما كانت المزولة زمان بتعملها. كانت المزولة بإيه؟ قبل ما نعمل ما نخترع الساعة. وأول ما نخترع الساعة العرب هم اللي جابوا ساعة وبتدق بالماء دقاقة بالإيه؟ يعني جاب صفيحة كده وخرقها خرق، وخلى الخرق ده ينقط على آلة كده تتحرك، كل ما تنزل نقطة تلف لفة، كل ما تنزل نقطة. أدي العرب اللي عملوا الإيه؟ طب وهم حريصين ليه على الساعة؟ قال لي لأن عندهم عبادات موقوتة، فحرصهم على العبادات الموقوتة خلهم يفكروا في إنهم يعملوا إيه. ولذلك برضو ربنا يقول إيه؟ لم يلبسوا إلا ساعة من نهار، أكن الساعة جزء من، وما فيش ساعة أكبر من ساعة، يبقى لازم جزء إيه؟ جزء متساوي. يبقى إذا يسألك الناس عن الساعة أتوجد أو لا توجد، أدي واحدة. طب وإذا كانت توجد ما تيجي ترى، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الإيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. يبقى جمع بين الساعة اللي هي الفاصلة بالقيامة وبين الساعة اللي هي جزء الإيه؟ جزء من النهار وجزء من الإيه؟ من الزمن. الحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه المسألة في آيتين. هنا آية، هنا يسألك الناس عن إيه؟ الساعة. قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة إيه؟ تكون إيه؟ قريبة. في سورة الشورى وما يدريك لعل الساعة قريب، مش تكون قريبة، أدي أسلوبين. في سورة الشورى يقول إيه؟ وما يدريك لعل الساعة إيه؟ قريب. نقول له الله الساعة، طب دي الساعة فيها حرف التأنيث اهو، وقريب دي بتاعت ال، قال لك لا، لأن المراد بالساعة وقت قيامها. وما يدريك إيه؟ لعل الساعة يعني وقت الساعة يكون إيه؟ قريب. يكون قريب، إنما هنا تكون قريب. ومرة السؤال يكون عن أصل الوجود، ومرة يكون السؤال عن شيء تابع لأصل الوجود. لك احنا قلنا زمان لما كنا بندرس في اللغة يقول لك ايه؟ كان فعل مض ايه؟ ناقص، مش كده؟ يرفع المبتدا وينصب الايه؟ ينصب الخبر. وقد تكون تامة زي وان كان ذو عسرة. ايه الفرق بين الاثنين؟ شو دي لها ايه خبر واسمه دي ملهاش؟ ام قال لك ان اردت الوجود الاول بقت تامة، ان كان ذو عسرة ان وجد ذو عسرة، لكن إن أردت وجودا ثانيا طارئا على الوجود تبقى دي ناقصة. إزاي؟ تقول كان زيد مجتهدا، أي في الماضي. يبقى أنت ما بتتكلمش عن الوجود، بتتكلم عن حاجة تانية طرأت على الوجود وهو اجتهاده. ولذلك قلنا دي تبقى ناقصة ليه؟ لأن الفعل عايزين يدل على زمن، هذا الزمن اللي هو بيحصل فيه الإيه؟ الحدث، وعلى الحدث. فلما تقول كان زيد مجتهدا، لو كنت انت تريد اخبار عن وجود ثاني مش الوجود الاول، كنت تقول ايه؟ كان الله ولا شيء معه. كان الله ايه؟ قال لك لا، ده الوجود الاعلى بقى، كان الله. انما تيجي تقول وكان الله ايه؟ غفورا، يبقى نشأ عن الوجود صفة تانية. يبقى اذا لما تحب تنشأ الوجود الاول كان الله ولا شيء معه، هذا الوجود الاول. وبعدين يقول وكان الله ايه؟ غفور رحيم، لان ليه صفه له، لما يوجد اللي يغفر له يبقى غفور الله. يبقى اذا دي نقول عليه كان فعل مض ناقص، يعني يدل على زمن ولا حدث معه. نقوم عايزين الخبر عشان يجيب الحدث. كان زيد مجتهدا، كانك قلت اجتهد زيد في الزمن الماضي، خلاص كده. هنا بقى الساعه انت بتنكرها وجودا ولا انت مؤمن بها وعايز بس الوقت بتاعها؟ يبقى مرة تيجي كده ومرة تيجي ايه ومرة تيجي كده. هنا بقى كلمة وما يدريك، الدراية الإعلام. ولذلك يقول لك انت دريت فلان، دريته بالموضوع الفلاني، يعني ايه؟ يعني اعلمته به. وفيه في علم الاصول شيء اسمه دراية وشيء اسمه رواية. ازاي؟ الفقيه مثلا الذي يحفظ القرآن بالسبعة ويمكن بالعشرة ويمكن بال14، لكن لما تسأله في آية مش مطلوب منه يعرفها. يبقى يعرف القرآن رواية بس، ما تسألوش عن حاجة أكتر من كده. إنما اللي يقعد بقى يفسر فيه يقول لك اللفظ ده كده، يبقى يعرف القرآن إيه؟ دراية. يبقى الدراية علم بالتفصيل،
الرواية علم بالإجمال الكلي بس. ولذلك من حكمة الله ان ربنا خصص ناس اسمهم حفظة الكتاب ولا يخليهمش حتى من العلماء. نادر اللي يبقى من العلماء ويعمل الحكاية دي. ليه؟ أم قال لك لأن اللي ما يعرفش علم ساعة ما يقرأ آية وينسى كلمة يقف، لكن لما يكون عالم يمكن يجيب كلمة يعني إيه قريبة كده منها ويمشيها. مثلا افرض يقولك فتبينوا لك فتثبتوا مثلا، قال لك آه. إذا من عظمة القرآن إن اللي يتكفل بحفظه لازم ما يكونش علمه إلا رواية، حتى إذا غاب عنه لفظ يعمل إيه؟ يقف، ما يقدرش يجيب غيره. إنما العالم يمكن إيه؟ يمكن يتصرف ويجيب إيه؟ ويجيب حاجة ثانية. طيب على الأول هنا، وما يدريك ساعة ما يقول ربنا وما يدريك، فأنه لا وسيلة إلى أن إيه؟ حد يدريك بها أبدا. ولذلك هناك وما يدريك لعله إيه؟ يتزكى. والآية الثانية وما يدريك لعل في ساعة إيه؟ قريب. يبقى ما يدريك ما حدش إيه؟ يقول لك. طب وما أدراك؟ ما أدراك تدل على أنه نفى أن يعلمه أحد قبل الآن، إنما من الممكن أن نعلمه نقوله ثاني. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ ما حدش قال له عليها دي أبدا قبل كده، إنما هقول لك عليها. يبقى ما أدراك تدل على أنه إلى الآن لم يعلم بها، لكن ربنا حي إيه؟ هيعلم. قال وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. خلاص كده. تعال وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. يبقى دراه ولا ما دراك؟ يبقى كلمة ما أدراك أي لم تعرف قبل الآن، ولكني أعرف، لكن ما يدريك ولا بعد الآن ولا الآن هتعرف، دي هتفضل إيه؟ غير. طب تقول لك الله هناك مثلا الحاقة إيه؟ وما أدراك أهي وما أدراك ما الحاقة؟ إيه يقول لك كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود. الله، طب القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون. الله، طب يجي يقول لك فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعامه. طيب هناك بقى هيقول لك إيه؟ وأما من خفت موازينه فأمه هي وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يبقى بيعرفنا بها ولا لا؟ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك يوم لا تملك نفس لإيه؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. يبقى ساعة ما تسمع أدراك يبقى أعرف أنه هيقول له عليه، إنما يدريك مش هيقول له. طيب ليه ما بيقول له شيء؟ ليه؟ أم قال لك لأن الإبهام قد يكون أوضح البيان. الإبهام أوضح من الإيه؟ بيان. إزاي؟ قال لك ساعة يبهم الله ساعة الموت بالنسبة لنا، ما نقولش أبهمه، ده خلاني أفهمه في كل دقيقة. ما دام ما عرفش الأجل بتاعي إمتى يبقى إيه؟ أتوقعه في أي لحظة. يبقى أبهم ولا وضح؟ ده هو أبهم، إنما عشان إيه؟ عشان يوضح. كذلك لما يجي يبهم ليلة القدر في العشر الأواخر، قال لك أنا مش عايزك إيه؟ تاخد ليلة القدر وتعبدها على أنك تاخد خير ليلة القدر، أنا عايزك تاخد العبادة في ذاته فتخليها سايحة كده في العشر أيام عشان تعبد الليلة والليلة 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 فتكتسب ثواب العبادة. الله، إذا مرة يكون الإبهام إيه؟ أوضح إيه البيان. كذلك الساعة يخفيها الحق سبحانه وتعالى عشان إيه؟ أتنظرها في أي وقت، فأخاف أن تقوم الساعة وأنا على معصية لربي. يبقى بينها ولا ما بينهاش؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال ولكن أنا أعمل لها لطفا بكم، أعمل لها علامات، علامات صغرى وعلامات إيه؟ والعلامات الإيه الكبرى. هناك آية إيه؟ إن الساعة آتية أكاد أخفيها. أكاد أي أقرب، انني ايه اخفيها. احنا قلنا اخفى معناها همزه ازاله، يعني يزيل خفاءها، لان مره يجيب الهمزه لازاله الخفاء زي اعجم الكتاب، اعجم الكتاب ازال عجمته، يبقى اسمها همزه الايه الازاله. المعاجم اللي احنا بنشوفها في اللغه دي بنسميها ايه؟ معجم. طب هي بتعمل ايه؟ بتقول لي معنى اللفظ ده كده ومعنى اللفظ ده. يبقى اعجمه يعني ايه؟ ازال عجمته. وبرضه في التضعيف لما نيجي نقول قشرت البرتقالة، يعني ايه قشرت البرتقالة؟ ازلت قشرتها. يبقى فيها اسمها ايه؟ ازالة. ان الساعة اتيت اكاد اخفيها، يعني بقت قريبة لدرجة انني ايه
أزيل الإيه الخفاء بتاعها بإيه؟ بالعلامات الصغرى أو العلامات الإيه؟ العلامات الكبرى. إذن فالإبهام قد يكون مقصدا من مقاصد البليغ. ليه؟ عشان يشيع الحكم في كل زمن ولا يجعله خاص بزمن. لأنه لو ربنا اداني عمري كده مثلا كذا سنة أقول أنا أخذ راحت كده وقبل الموت أبقى إيه؟ أبقى توب. ولا يقول لك لا يا أخوة توقعوا. ولذلك لم يجعل الله للموت سببا، والموت من دون أسباب هو السبب. مات لأنه يموت. مات لأنه إيه؟ يموت. ولذلك شوق الله برضو رحمه لما يقول إيه؟ في الموت ما أعيا وفي أسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه. أسد يعني الموت إيه؟ أسد لعمرك من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه. يهبشك بضوافره ولا إن نام عنك فكل طب نافع. يقول لك خد إسبرينة أو لم ينم فالطب من أذنابه. يبقى يروح للدكتور يروح مديله حقنة يموته فيه يعمل العملية يفططه. الله سبحان من يرث الطبيب وطبه ويري المريض مصارع الآسنة. نعم. يبقى إذن الإبهام أيه؟ وسيلة من وسائل الإيه؟ وسائلة من وسائل البيان. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك. محدش هيقول لك عليها ولا نحت مش هقول لك عليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإن كان يظن على الخلق جميعا أن يقول لهم فقد ظن على حبيبه. ولو كان هيقول كان قال له هو ولو يقولها له يقول له اكتمى عني خلاها يعني أبدا ولا يدر أخرى. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. كلمة قريب قلنا المراد بها الوقت. وما يدريك لعل الساعة أي إيه؟ يكون وقتها إيه قريب. أو فعيل عند اللغويين يستوي فيه المذكر والمؤنث الاثنين يبقوا قد بعض. ولذلك يقول لك والملائكة بعد ذلك ظهير. يبقى فعيل يشترك فيها مين؟ المذكر والإيه والمؤنث. إن الله لعن الكافرين. لعنهم أي طردهم من رحمته. اللعن هو الطرد والإبعاد. وأعد لهم سعيرا. الطرد والإبعاد ده في الدنيا. وأعد لهم إيه؟ سعيرا. يعني نار تستعر وتتأجج كده وتتوهج اللي هتقول إيه؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت هل من هاتهم ولاد الإيه؟ هي مش شوقة لهم. هاتهم. هل من مزيد خالدين فيها أبدا. دي كلمة خالدين يعني ما تسين الخلود والمكث طويل. كلمة أبدا يعني يبقى معناها ما فيش زحزحة بقى. كان بعض العلماء يقول إن آيات الجنة كلها خالدين فيها أبدا، ولكن بالنسبة للكفار ما يقولش خالدين فيها ولا يجيبش أبدا. نقول له لا أنت ما استقرأتش كويس. القرآن جاء بأبدا في آيتين، هذه الآية التي نحن بصددها وآية أخرى في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يبقى الأبدية ربنا عبر عنها في موضعين اثنين بالنسبة للكفار، لكن الأبدية بالنسبة للمؤمنين دائما. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.